نبداو بالغنية هذه صباح الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط صورة قناة حنا بعل. مرحبا بكم في عدد جديد من يلي معانا الجمعة أفامينا صباحا كان وفاة اللاعب الدولي السابق واللاعب النادي الإفريقي الأسعد الورتاني. هو ولد الشبيبة القيروانية ولعب بالملعب التونسي وتوفى البارح. حبينا نبداو تحية هذية بالغنية هذية لأنه يحب ويعشق النادي الإفريقي حتى النخاع، وكان يتمنى أنه يجي يوم من الأيام في المستقبل يدرب النادي الإفريقي. حبينا تحية لروحه وتحية لأحبائه والناس اللي يحبوه حتى ما همش من أحباء النادي الأفريقي. توفى الأسعد الورتاني عمره 33 سنة، يعني ليلة اللي توفى مشي للبارك وعمل صورة للذكرى وكأنه كان حاسس وفاه الأجل. البارحة صباحا تعزينا الحارة لعائلته لزوجته للعائلة الموسعة متاعه للعائلة الكبيرة للنادي الأفريقي، وكل تونسي ولا تونسية حس البارح على الأسعد الورتاني. إن شاء الله تكونوا بكثرة اليوم بمقبرة الجلاز بعد صلاة العصر لتوديع قلب الأسد الأسعد الورتاني. ومن الصدف أنه صحفيين، معناها بالنسبة للصحافة المكتوبة ولا الإذاعات ولا القنوات التلفزية، كانوا يجهزوا باش يعملوا تكريم وأوماج للهادي برخيصة بما أنه أيضا البارح كانت ذكرى وفاته. ولكن حب القدر أنه يكون فما تاريخ يجمع أحباء النادي الأفريقي وأحباء الترجي الرياضي التونسي، يعني في نفس التاريخ كل عام نتذكروا المرحوم الهادي برخيصة اللي كانوا يحبوه التوينسة الكل من عشاق الترجي وغيرهم. والتاريخ هذا زاد ايضا باش يذكرنا بالأسعد الورتاني اللي خلى ثلاثه صغيرات، ربي صبر الناس الكل، فقيد الساحه الرياضيه والساحه التونسيه الأسعد الورتاني. حبيناها تحيه من القلب، مانيش مختصين في الرياضه، حبينا بكل تلقائيه معناها نقولوا الجمل هذه، بعض الجمل البسيطه. واكيد البرامج الرياضيه على قناه حنا بعل ستخصص حيز زمني أكبر ويعني تتحدث أكثر من هكا بمقدار كبير ويكون في قيمة قلب الأسد الأسعد الورتاني، وأكيد سيبقى في قلب كل أحباء النادي الإفريقي وكل من حس البارح على الأسعد الورتاني أثر وفاته بعد حادث مرور أليم. هذه كانت البداية، ماهيش سعيدة برشا تحية متاعنا اليوم في البداية بما أنه الحدث يفرض نفسه. من فقرة القارن نرجع لحساتنا. أدبرت اليوم مع شيف سليم دهماني. صباح النور شيف. صباح خير إيمان، وصباح خير تونس الكل في تونس وخارج تونس، وإن لله وإنا إليه راجعون. أنا واحد من الناس نقدم تعازي للشعب التونسي وللأسرة الرياضية بالفاجعة بتاعنا بتاع البارحة الله يرحمه. لازم نقولوا زاد انه الناس الكل كانت تشهد له باستقامته باخلاقه العاليه، فمش حد ما يحبش. الله يرحمه وينعمه. نعطيكم فكره مشاهدينا قبل ما ناخذوا فكره على اهم فقراتنا بالنسبه اليوم، نذكركم بطرق الاتصال والتواصل معنا على ذمتكم. رقم التليفون 70944955، رقم الاس ام اي 78877، تكتبوا لنا ايغريك ام اسباس والاقتراح، تنجموا تخليوا لنا رساله صوتيه على رقم 88401131، والا تراسلونا عن طريق الفاكس 70944935، والا 70944919. وهذه فكره مبدئيه على اهم فقرتنا بالنسبة لليوم. أستوس بوتي كيما كل سبت لكل السيدات اللي تابعوا فينا. ستار نيوز وآخر أخبار النجوم في الوطن العربي. جاردان دونفون، نرجع في العام الجديد للأمل مع الطفولة ومع أطفالنا. أستوس ديكور وأفكار جديدة للتسويق الداخلي. حدث وتاريخ الفقرة القارة اللي من خلالها ناخذ آخر الأحداث اللي صارت في العالم. مش هذا فقط اللي باش نشوفوه، باش نطلقوا في استقبال ضيوفنا ان شاء الله بعد قليل. بدايتنا تكون مع قيصر الغناء كاظم الساهر في هذا النغم، ثم لنا عودة لأجواءنا المباشرة. تفضلوا. Oh,
الأغاني القديمة ولكنها أيضا من الأغاني الجميلة جدا لكذا مساهر ويحبوها برشا متابعينا في تونس وإلا خارج حدود الوطن. وجود التحية لكل من يلتقط صورتنا حيثما تصلكم صورة اللي معنا. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد. دبارة اليوم هي الفقرة اللي باش نبداو بها والجميل أنه سليم عامل لنا ديكوراسيون. نورمالمون معناها ديكوراسيون تصير بعد اعداد الاطباق. احنا بدينا باش واحد يبدا يطيب هو عامل جو معناها نرى في برشا جمال في الكوجينه والاطباق المكونات نتاعنا عامل لهم ديكوراسيون حلوه قبل ما نبدا ان شاء الله. شوف ريحه الحوت انا دونك يظهرلي اليوم فما عام جديد نبداو بالحوت. فما حوت كيما العاده التونسيه نبداو بملوخيه نبداو كذا قلنا نبداو بالحوت. باهي يا سيدي انت حر طبعا في الاقتراحات ان شاء الله ما نقترحه ينال اعجاب السيدات. باهي اعطينا فكره على اطباق اليوم. الطبق الاولاني السلطه باش نعملوا سلطه بتراف بالكرومب وبالنشوة تكون بيسي شويه فيها فلفل بلعبيد. نعم. الطبق الرئيسي هو حوت حرايمي هو اكله تونسيه قديمه. شو اسمه؟ حوت حرايمي. مش حرامي حرايمي. وجبنا اللي عملنا معها باش نعمل معايا بطاطا كوم غارنيتور. والديسير باش نعملوا محلبيه ما بطريقه اخرى نعملوا محلبيه فيها وسها كريمه. باهي معناها هذه اكله تونسيه قديمه قديمه جدا جدا. باهي دونك هذوما اكلات تونسيه قديمه ما نعرفش تبعوا فينا يعرفوهم ولا لا شافوهم عند جداتهم قبل ولا لا مازلنا نطيبوهم سليم حسب معرفتك. فما عائلات مازالت طيب مازالت التونسي تونسي مازال موجود. نعم دونك البتراف باهي برشا اللي عنده مشكله نتاع دم بالطبيعه بالطبيعه البتراف من احسن الحاجات للتونسيون وللضغط الدم. يقول كل كعبه بتراف في النهار يعني كما المثل الانجليزي تاكل كعبه تفاح في النهار في النهار ما تمرضش. نحن نقولوا بكل فاف بتراف نقولوا كل تفاح زيد. نبداو ناخذوا المكونات نتاع الطبق الاولاني اوكي مع بعضنا. دونك عندنا طماطم حاضره في اكثر من طبق هذه حاجه باهيه. الديسير نتاعنا تو نشوفوه من بعد ديزولي موجود حتى في مصر لكن التسميه بوتيتر تتغير. التسميه وفما مكونات مش موجوده او مختلفه. مختلفه. نبداو بالسلايطه نتاعنا. دونك نستحقوها السلايطه نحطوا ثلاثه بتراف ثلاثه كعبات. عندنا 100 جرام كرومب اخضر واحمر اذا كان موجودين. نعم. عندنا مغرفه صغيره خل مغرفه زيت زيتونه كبيره 200 جرام زيتون 100 غرام فلفل بلعبيد 100 غرام فلفل بلعبيد 50 غرام نشوة 50 غرام نشوة وين وصلت انا؟ قبل الاخرة توا 10 كعبات طماطم سيريز صغيرة إذا كان معليش ناخذوا كبيرة وجاية وبصلة وبصلة لازم اجا نقول لك سليم ننصحك خلي الفوسكة ديما بحذاك. والله خمن فيها البارح قلت لي اختاري بها فوسكة قلت بعد العودة نعمل البداية بعد خاطر نعاود كل شيء نقول كل شيء قول لي شجعك جوستومون خاطر توا ان شاء الله نهار الاثنين يظهر لي بالنسبة لجامعات الكليات ينطلقوا في الامتحانات في بعض الجامعات إذا كان باش ينطلقوا بفوسكة مش حلوة. نرجعوش على هذا بكل نتعديو للطبق الرئيسي نتاعنا وقلنا الاكله هذه هي اكله تونسيه قديمه برشا. قديمه من عام ترجع تقريبا عندك فكره سليم؟ نتصور 100 سنين يعني قديمه قرون قرون اي واسمها حوت حرايمي. حرايمي حرايمي علاش زعما هيك ناخذوا الهيستوريك نتاع ماذا بيا ماذا بيا نفسر ما فما اكلات تونسيه يعني ما فيهاش اكسبيكاسيون في الاسامي تاعهم. باهي كان فما كان فما شكون يعرف علاش اسمها حوت حرامي ما يساش يفسر لنا. دونك مكوناتنا تقريبا نشوفوا فيهم ناخذوا باكثر تفاصيل. عندنا مغرفه هريسه عربي صغيره. عندنا حوت نحن والموجود في السوق. اي عندنا مغرفتين طماطم معجونه. عندنا شبت عندنا كزبره اخضر وعندنا بصل وعندنا ثوم. باهي وملح وفلفل اكحل بالطبيعه شويه وفلفل اكحل. دونك الحوت نتاعنا باش يتقلى باش يتشوي باش نحطوا زيت زيتونه والثوم والبصل. نزيدوا عليهم الكسبر والشبت نطيحوهم شويه مع البصل. نزيدوا الطماطم والفلفل والهريسه. نحضروا الطبق نتاعنا ونحطوا الصوص مع الحوت ونحطوه في الكوشه. داكوردو دونك الهريسه العربي موجوده والهريسه السوري موجوده متفقين. نتعداو للديسير نتاعنا وهي محلبيه. محلبيه كما قلت لك المحلبيه التونسيه تختلف على المحلبيه الشرقيه. نحن في تونس نحطوا فيها يا اما زهر يا اما عطرشيه يا اما كذا. احنا نقولوا محلبيه هما يقولوا محلبيه. بون الاسم يعني مختلف شويه ما نحكيو نحن على المكونات. حتى على المرام زينه في مصر مثلا يقولوا
يا مهلا بيا قشطه. وعلى هيك ناخذ المكونات مع بعضنا يعني. على 150 جرام روز، روز نفخوه قبل بنص ساعه في الماء المستحسن. عندنا نص لتر حليب باش نغليو فيها. عندك خبره ذولي حوست في شوارع مصر؟ والله ما مشيتش لمصر، ما نتمنى، نتمنى ان شاء الله. اوكي شيء مهلا بيا الحلويات كهوا تاخذوا 150 غرام روز، اي شوي انذيبات، نص لتر حليب، باكو كريم كريم باتيسير باي نوع نحبوه، فانيلا ولا بيستاش ولا فريز. عندنا 50 غرام فستق للزينه، عندنا 200 غرام سكر، وعندنا سكر فانيلا. السكر فانيلا يعني تنجم تستعمل سكر فانيلا، تنجم تستعمل ماء ورد، زهر، عطرشيه، اي نوع من الاذواق. والروز باش نعملوه بطريقه يعني ماهيش توصيه في الطريقه بتاع التقديم، طريقه تنجم تقول صينيه. يعني باش نعملوها اون روبي وكفاسون كانها سوشي. خدم حلبيه في تونس معناتها تقدم في صحفه. في صحفه جوستومون. دونك هي بالاساس اكله تونسيه، باش نحاولوا طريقه التقديم تكون اسيويه شويه تشبه للسوشي. تشبه للسوشي. باهي يعطيك الصحه. دونك بالنسبه للونتخي سليم تجينا مالح شويه، معناها عندنا الفلفل ديجا بالعبيد مالح نورمالمون، وعندنا الانشوا كيف كيف. الفلفل بالعبيد مخل بالخل ماهوش ملح. وبالنسبه للانشوا كيف كيف نحاولوا نحيولها شويه، نغسلوها شويه ماء ملذذ باش تنحى شويه الملح بتاعها، وهي بنت انشوا في الملوحيه بتاعها. فوالا بيان سور. فما نكهات يعني لازمها تكون هكاكا، لازمها تكون هكاكا. اوكي دونك ما تنجمش تاكل الزيتون ماهوش مالح ولا فلفل بالعبيد ماهوش مخلل. والله اللي يبدا عنده مشكله ويشتي زيتون يلزمو ياكلو مش مالح، موجود يتباع مش مالح. لونتخي نتاعنا ذولي ما تساعدش برشا اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم. ونحن تعرف لي منيو اللي نعملوا فيهم يعني فاكوتاتيف، معناتها كيما السكر كيما تنجم تحط السكر كيما ما تنجمش، كيما تنجم تحط الملح كيما ما تحبش تحط. بيه. والاختيار المشاهد وان شاء الله تعجبوا المكلة. اوكي نرجع بعد شويه باكثر تفاصيل معاك سليم. كما لاحظتوا ديما نحاولوا نختاروا البطاطا الصغيره في الحجم، نختاروا الطماطم الصغيره في الحجم، توعنا اكثر وتكون احلى زي هذه. البطاطا الصغيره باش نقسموها على سنين ونطيبوها في الماء من بعد باش نعملوا سوتي. وعنا البطاطا هذيا هي البطاطا الكبيره ما غليناها في الماء بتاع البتراف. دونك نشوفوا اللون ديجا كياني سفناريا، اما غليناها سي بون هكا قاعدين نشوفوا. اي هي بطاطا كبيره قسيناها غليناها في ماء البتراف. وقت نغليو في البتراف نحطوا معها البطاطا باش تعطينا لون اخر، باش نخرجوا من الفكره بتاع البطاطا لازم تكون بيضاء. فوالا باهي يا سيدي، باش نغيروا شويه معنا ان شاء الله. اوكي يعطيك الصحه سليم، مثلا مواصلين مشاهدينا، ننطلقوا بفقره فيديو كاغ وبعد راجعين، بما انه احنا في بدايه عام جديد حبينا نكونوا مواكبين للموضه والحديث على اسبوع الموضه في العالم، نشوفوا شنو هي الالوان وانواع الاقمشه اللي باش تكون السنه على مود لكل الاعمار، باش نحكيوا على الصغار والكبار ونساء ورجال. تابعونا راجعين بعد دقائق للابتسامه والامل، يبقى ديما موجود ونشوفه وراجعين. Thank you.
مرحبا بكم مجددا. هذا ضيفنا بالنسبه اليوم. قبل ما نقدموا ضيفنا باش نعطيكم اجابه علاش الطبق الرئيسي نتاعنا اليوم اسمه حوت حرايمي. نشكر زميلنا سيد لاسر معطينا الاجابه لانه الحوت هذا يتولد من الام تكون شلبه والبو قاروس، دونك معناها الجذور نتاعو ماهيش بور، هذاك علاش اسمه حوت حرايمي. هذايا التفسير علاش البلا هذا اسمه هكاكا. دونك حبينا نعطيو الاجابه بما انه يطرح تساؤل، معناها الاسم غريب شويه. نوصلوا توا لفقره الموذه وحاضر معانا سي العربي بوقمحه، مصمم ازياء ومدير المعهد العربي للموذه، باش نحكيو على اسبوع الموذه في العالم، وعندنا سكوب نتاع يعني اول مره في المجلات التونسيه ولا في القنوات ولا على الانترنت باش نشوفوا صور مازلت ما تشافتش قبل، اللي تقريبا هي باش تكون تعكس موذه السنه. هذا اللي باش نشوفوه يعني بيانتو ان شاء الله، باش نشوفوا التواريخ ورزنامه اسابيع الموذه في العالم وننفرد بهذه الصور. سي العربي مرحبا بك، صباح النور. صباح النور وصباح لكل مشاهدين. كل عام وانت حي بخير. عايشك صباح الخير. باهي، ساعه نبداو بسؤال ديما قد ما تعطيونا فكره على شنو الاقمشه اللي هي باش تكون موذه والا الالوان. عاده مصممي الازياء يلبسوا اللون الاسود مهما كانت الموذه. علاش؟ أنا نلبس الأسود لأني نحب نضعف شوية. ليه كلكم بالحق؟ ربما الأسود هو يقعد كلاس، هو يعني يضعف ويعطي شارم وبوزي برشا. دونك في عادة في أسابيع الموضة ديما يخرج المصممين باللون الأسود يعني كأزين لون هو يعني، لكن بالنسبة لي أنا لبسه باش نضحك. سي العربي، ننطلقوا بأسبوع الموضة. يمكن فينا اللي عنده فكرة كبيرة على أسبوع الموضة في العالم، وفينا اللي ما عندوش فكرة واضحة. هات نتحدثوا شنو هو أسبوع الموضة وينطلق من أنا بلاد قديش يدوم ونقطة وصوله أو المرحلة النهائية في أي بلد تكون. بالنسبة لتاريخ أسبوع الموضة، هو كيفاش بدأ أسبوع الموضة؟ بدأ في العباد تظن اللي هو بدأ في باريس، هو بدأ في نيويورك. نعم. بدأ منذ الحرب العالمية الثانية في عام 1943، وما كانش اسمه أسبوع الموضة، كان اسمه أسبوع الصحفيين. أسبوع صحفيين. أسبوع صحفيين. ملا فكيتوا لنا الأسبوع نتاعنا. لا، هو أسبوع صحفيين يعني أسبوع يلتقيوا فيه، خاطر فيه ضجة إعلامية كبيرة. نعم. وحبوا الأمريكان في الوقت هذاك يجذبوا الأنظار. أي. من العاصمة الباريزية ويدخلوا بهم في نيويورك. من عام 43 ولا ثم حاجة اسمها أسبوع الموضة. خلط الباريز. نعم. عام 73. عام 73 ولا ثم أسبوع موضة في باريس. السنة بصفة خاصة باش يكون أربعينية أسبوع الموضة في باريس، يعني عنده 40 سنة و70 سنة في نيويورك. هذاك علاش قعد ديما أسبوع الموضة في البريتا بورتي يبدأ من أمريكا، من نيويورك. نعم، معناها مصدر الموضة تبقى أمريكا وإلا هي فقط هي تحتضن؟ لا، المصدر هو فرنسا، ولكن حبوا الأمريكان غاروا في الحرب العالمية الثانية، حبوا يجذبوا الأنظار وقت اللي استغلوا فرصة الحرب. وعملوا اسبوع الصحفيين، عملوا فيه دي ديفيلي دو مود باش جذبوا انظار المجلات. انت تعرف اللي عشاق الموضه ثم برشا مجلات محترفه في الموضه وقنوات. نعم. مختصه. نعم. في الموضه حتى في الوقت القديم حبوا يجذبوا المجلات والصحافه ليهم باش يوريوا اللي هما زاد ولاو يعني ولاو عنصر من عناصر. نعم. الموضه في العالم. هات ناخذوا فكره، نعطي فكره للمشاهدين كيفاش تطلع الحاجه هذه كموضه، معناها شكون الشخص ولا شكون المجموعه اللي تقول يلا السنة مثلا في الشتاء باش يكون اللون البني مثلا هو اللي باش يكون دارج وهو اون فوغ والى اخره. كيفاش يتم تسويق لك اللون هذاك، لك القماش هذاك، الاختيار يتم حسب شنو هو؟ فما ناس يقولوا حسب الاوضاع في العالم، حسب الطقس في العالم، الكوارث الطبيعيه كذا، وكانه مصمم الازياء كيما البانتر يستلهم معناها من المحيط نتاعو، مش الضيق وانما العالم، ويخرج لنا بافكار جديده.
ايش باش نقول لك قلت بالحق اللي قلت انا صحيحه صحيح برشا على خاطر كيما السنه مثلا اللي باش نراوه في اسابيع الموضه حسب الكواليس وحسب الاخبار اللي عندي باش ترى اللون داكن برشا على خاطر اللي تحس العالم مازال حزين شويه على الثورات وعلى الكوارث الطبيعيه اللي صارت في العالم دونك ثم شويه حزن السنه في الملابس باش ترى في اسابيع الموضه عملناو الاموات دخلنا للمشاجر دخلنا للحيوانات تخدموا برشا على جلود لكن السنه باش نراو الداكن اكثر وباش نراو الغامق اكثر خاصه باش نحكي كان على خريف شتاء 2014 خاطر احنا 2013 نحكي ديجا عطيناه من عطيناه في 2012 اللي باش يصيروا اسابيع الموضه ان شاء الله باش تبدا من نهار 12 هي اسابيع الموضه اللي تحكي على 2014 خريف شتاء 2014 هذه المشكله اللي تصير في تونس معناها وقت اللي امراه تجتهد وتجيب حوايج من خارج تونس لانه الموضه ما توصلنيش في سافيسا عاده ما العبيد مثلا نحكيو منشطين ولا فنانين وقت اللي يظهروا على الشاشه باخر صيحه المتقبل يقول شنو هي اللبسه هذه معناها شبي دي مودي وقت اللي هو سابق عصره دونك بربي قبل ما تعلقوا على الملابس ادخلوا على الانترنت تلقاو اللي هذيك هي اخر صيحه معناها انتم لازم تكون عندكم انفتاح على اخر صيحات العالم لانه نحاولوا نكونوا مواكبين. سي العربي تصوري زوما نحكيو عليهم توا نزيدوا شوي نزيدوا شوي بعد ما نحكيو على الرزنامه ونفسروا كيفاش بتصير اسابيع الموضه. فوالا نفسروا اسابيع الموضه كيفاش باش تصير، هل هو يعني اسبوع مفتوح لكل مصممين في العالم والا فما لجنه انتقاء، شكون هم الناس اللي يشاركوا، شكون الناس اللي عندهم القدره او المؤهلات تخليهم يكونوا موجودين مع اكبر مصممي العالم. هو اسبوع الموضه حقيقه توا ولات فيه برشا مشاكل، علاش؟ على خاطر هو اسبوع نتاع محترفين. يلزم يكونوا فيه كان المحترفين اللي باش يروجوا الموضه. نعم. باش الاسبوع الموضه ينقسم الى جزئين، شتاء خريف شتاء، ربيع صيف. يجي في بين شهر جون في فيفري ومارس ويعاود يرجع في سبتمبر اكتوبر ونوفمبر. نعم. ويروجوا فيه الملابس اللي باش تصير في العام المقبل، باش التجار والمجازنات والحرفيين يحضروا رواحهم ويخدموا على الاساس هذاك ويقتنيوا البضايع نتاعهم. بدا باش يبدا من نهار 12 لنهار 15 في ميلانو باش يبدا اسبوع الموضه للرجال. ماهوش هذا اسبوع الموضه اللي الرسمي اللي باش تصير عليه ضجه، لانه ضجه عاده تصير وقت يكون ملابس للنساء في البريتا بورتي زاده مش حتى في اللوت كوتور. يعني باش يكون في ميلانو من نهار 12 لنهار 15 ثم يختم اسبوع الموضه الرجالي في جانفي، احنا باش نكونوا مواكبين ان شاء الله الحدث هذايا، ومن نهار 16 لنهار 20 باش يكون في باريس. هذا اسبوع الموضه رجال. نعم. وثم اسبوع موضه تنفرد به باريس اللي هو باش يكون نهار 21 حتى نهار 24 هو في لاوت كوتور، يعني كل ما هو ملابس سهره وملابس افراح. نعم. في نفس الفتره ثم اسابيع موضه هي موازيه يعني قاعده تزاحم فيهم، مثلا في برلين باش يبداوا نهار 15 حتى نهار 20 كيما في يعني فرنسا. بين ميلانو وفرنسا باش ياخذوا تقريبا التواريخ هي نفسها. بنفس التواريخ، ومن بعد من هذاك باش نهار 23 نهار 27 للساده المشاهدين باش يقيدوا التواريخ ويتبعوا الاخبار باش يكون في امستردام في هولندا، ثم باش ينطلق من نهار 30 نهار 3 مارس هذا في شهر جانفي في دنمارك في كوبنهاغن. نعم. باش يكون من نهار 30 لنهار 3 مارس هذا. نعم. اللي باش يصير في جانفي. نعم. الاهم سامحني، الاهم اسبوع الموضه واقوى اسبوع الموضه والضجه اللي باش تكون باش يكون ان شاء الله في شهر فيفري. نعم. باش يبدا بدايته من تاريخه خاطره تخلق في نيويورك، باش يبدا نهار 7 حتى الى يوم 14 في نيويورك. ثم لمده 8 ايام لندن ديما في لندن ياخذوا 5 ايام فقط من نهار 15 الى يوم 19، من بعد ينتقل ميلانو من نهار 21 من نهار 20 الى يوم 26 ويختم اهم اسبوع موضه في العالم في البريتا بورتي من نهار 26 الى 6 فيفري. به وقت اللي نقولوا اسبوع موضه ينتقل من بلد لبلد اخر، هل انه نفس الشو معناها نفس الديفيلي نشوفوهم من بلد لبلد، والا وقت اللي ننتقلوا مثلا الى ميلانو يكون فما مشاركه لمصممين من ايطاليا، يعني يكون فما يتلقح العرض هذاك بابناء البلد هذاك.
اعطيني فكره كيفاش يصير المصممين اللي يشاركوا في باريس راه مش هما المصممين اللي يشاركوا في ميلان وماهوش هما اللي يشاركوا في نيويورك ومش بالضروره امريكاني باش يشارك في اسبوع الموضه في نيويورك نجم يكون فرنساوي ونجم امريكاني يشارك في اسبوع الموضه في باريس هو وين باش يروج البضاعه نتاعو يعني المصممين المحترفين وين يختار سنة التسويق نتاعو وقتها باش ينطلق لك البلاد هذيك ويشارك والمشاركه راهي خاصه بالمحترفين هذا هو هذا السؤال اللي كنت راحته قبيله شكون هم اللي يشاركوا شكون هم اللي يعني يكونوا تتوفر فيهم الشروط حتى يشاركوا باسبوع الموضه في هذه البلدان اللي كنا نذكروا فيها اللي يشاركوا في اسبوع الموضه هما راهم ناس مختصين وعندهم تاريخ في عالم الموضه ما نجموش انا بصراحه كمحترف ما نجمش نقبل ديبيتانت ولا ديبيتان يعني المبتدئ يدخل اسبوع الموضه ويعرض عليا ثم اقدميه في الموضه بالطبيعه ثم كيما الاساتذه اللي باش يقريوا الدرس قداش اقدميه 3 سنين 4 سنين ينجم يكون فنان في عام يولي ستار ويولي نجم ينجم يكون 20 سنه وما ينجمش يقدم كوليكسيون مهم هو والكومبيتونس نتاعو لكن اللي يشاركوا لازم يكون عندهم كومبيتونس كبيره علاش راهم باش يسيطروا على العالم الكل في الموضه وكيفاش سالتني قبيليكا كيفاش تصير الاتفاق اللي يصير بين المصممين هما علاش يصير قبل بعام هما باش المصممين الكبار يعرضوا والتجار يختاروا انه اللي الصيحه اللي غلبت انه العرض اللي غلب الاخر ويتبعوا المصمم هذايا على المصمم هذا هو كومبيتيسيون لكن ماهيش واضحه ماهيش معلنه ماهيش معلنه ماهيش معلنه قبل ما نشوف الصور اللي عندي اللي هي خاصه بالنساء فقط علاش ما عندناش صور خاصه بالرجال رغم لانه باش ننطلقوا بعروض رجاليه، هات نبداو بالاطفال، هل فما اهتمام السنة بالاطفال والا نسيناه؟ لا بالنسبه للاطفال، بالنسبه للملابس الداخليه، بالنسبه للملابس البحر ثم عروض خاصه. يعني ماهيش داخله في اسابيع الموضه العالميه. ثم عروض خاصه لا هي بالاطفال. ولكن ماهيش داخله في اسابيع الموضه. وثم عروض خاصه بلباس البحر. ثم عروض خاصة بالملابس الداخلية ولكن لهين بها يعني خارج أسبوع الموضة خارج أسبوع ثم من تاريخ نتاع لو 2 جانفي بدينا حتى ديسمبر 31 ديسمبر عروض متتالية على مدة العام الكل راه يعني أنا كان نكملك الرزنامة في لحظات اللي بعد نهار 6 مارس نلقاو مثلا في أوكرانيا وروسيا عاملين من 6 إلى يوم 10 من بعد ندخلوا لوس أنجلوس من نهار 9 لنهار 17 من بعد نمشيو لطوكيو باش تبدا من نهار 17 الى يوم 23 وهكذا يعني ما توفاش الى نهايه شهر مارس. باهي نحكيو شويه الصور اللي عندي نحبك تعطيني عليهم اكثر تفاصيل سي العربي نحكيو على انواع الاقمشه الالوان يعني تو تشوفوا معايا بالصوره بالصوره وكانه رجعنا للموضه قديمه نذكر انا صغيره الستينات هذه والسبعينات الستينات السبعينات عندنا مش موجوده معنا اما هي موجوده ما بين الستينات والسبعينات اي اما لبسنا منهم احنا صغار انت شفتهم في المجلات ربما شفتهم شفناهم حتى في الافلام الفرنسيه مثلا تشوفوا معايا تتذكروا انكم وكانهم شفتوهم الحوايج هذوما قبل هذه الصوره الثانيه ننفردوا بالصور هذيا ما تعرضوش قبل الصور هذوما حصريا على قناه حربال الحكايه نتاعهم اخذتهم مجله عالميه في الموضه مختصه وعملت عرض خاص بماركه كبيره موجوده في فرنسا باش يتعرضوا ان شاء الله في اسبوع الموضه اللي باش يصير نهار 26 الى 6 مارس في باريس نحكيو شوية على الأقمشة أنا مش باش نحكي كمحترفة أما باش نقول القماش خشين برشا ألوان داكنة هو القماش اللي أثر أكثر طاغي أكثر في العرض هذايا لاحظنا الكروات عودة للكروات بصفة كبيرة الفورير السنة باش يعاود يرجع ولكن مش باش يرجع في باريس باش يرجع في أمريكا حسب الأخبار اللي عندي اما الاكثر مركزين على الصوف ومركزين على الموديل الكلاسيكي كلاسيكي كلاسيكي يعني تقولش علينا حلوه الصوره هذه في حلوه اللبسه هذه ما تفهمهاش وحتى في الصور ثم برشا خبث في الصوره اللي ما يخليكش تسرق التصميم يعني بالحق معناها انت مثلا المعطف هذايا ما تنجمش تفهم كيفاش مخدوم دونك تنجمش تنقل عليه هما عاملينها بالذمه يعني دونك حتى الفوتوغراف محترف جدا دونك
بهذيا ما عرفش شو ان شاء الله تنجموا توضح عندكم الصوره غامقه شويه. لاحظوا هنا الالوان كلها غامقه. نعم. البوردو مركزين عليه، البلو الجري، ولكن الالوان داكنه تحس ثم شويه حزن. دونك ما عندناش المعات في تخوا كار وني حس مريتا ولا فم موجود. انا عندي العديد من الصور، ما حبيش نفشي باسر اسرار اليوم. باش يكون المعطف طويل الطويل، وباش يكون ثم الجلد الكوير، باش يكون طاغي عودة للجلد، وحتى المعطف باش يكون كلاسيكي برشا. نشوفوا مثلا الصورة هذية تفرجنا برشا واحنا صغار في سلسلات فرنسية يكونوا لابسين بالطريقة هذه تقريبا بالضبط، والكولون هذية بون. المشكلة سي العربي انه حتى لو كان الكولون هذية باش يولي على مود، ربما ما يوليش دارج برشا مثلا في تونس. أي. ما نتقبلوش بسهوله. لهنا راهو يلزم يفهموا الساده المشاهدين حاجه، راهو مش معناها خرج في اسبوع الموضه ولا لا لازم نلبسوا. عندنا مشكله في الملابس الرجاليه، عندنا في اسبوع الموضه في الملابس الرجاليه راهي فضيحه كانت تلبس في تونس يعني. جوستومون فما حاجات ما تتعداش. وثم مصممين للاسف في سنه شفتها في التلفزه التونسيه، ثم مصممين قلدوا. أي. قلدوا هالمصممين الكبار. أي. وعملوا عروض هكا للرجال. أي. وطيحوا في مستوى لبس الرجل. نعم احنا نفرحوا اكثر لو كانت تكون الفكره معناها تنبع من احنا، ما تكونش مقتبسه والا مستلهمه والا مسروقه. به قلنا نوعيه الاقمشه هيت نسميه القماشات اللي باش يخدموا بها، اللي باش يخدموا باز باش يخرج بالنسبه للمعاطف باش تكون الكوير طاغي. أي. وباش يكون الكشمير طاغي. ولكن الكشمير الغامق مش الفاتح، يعني اللون الابيض السنه ما شفناهش برشا، باش يكون الكشمير المارون والجري والبلو والنوار. وخاصه اللون الاسود السنه طاغي بصفه كبيره في الشتاء، خريف شتاء 2014. راهو كيقولوا سنة راهو نقصدوا العرض 2014. اي بالنسبه للي تحت الكابوت باش يكون ثم الصوف، والصوف الكروات باش نرجعوا لك لي جوب كلاش. أي. اللي بالكروات باش نرجعوا للمنقط، باش نرجعوا في السواريات للمشاجر، كل ما هو بلانت كل ما هو حشيش، ولكن باقي شفت حسب الكواليس كل ما هو اوراق شجره. اوكي انا لابسه اوراق شجره بالاسود معناها. تسبق انت ديما تسبقنا بارك الله فيك، يعطيك الصحه. ما يكمل الحدث نحاولوا الى حتى دونك هذوما اهم اقمشه باش تكون موجوده في خريف شتاء 2014 ان شاء الله. بالنسبه ل 2013 توا اللي تفرجوا فينا يقول لك داكورد، وهنا خذينا فكره معناها 2014 باش يكون الغامق. اذا تحبوا تسبقوا تنجموا تلبسوهم توا، معناها الالوان الداكنه الكوير الكشمير المارون البلو نوار الكوابت التروا كار اللي هما طويل ويكونوا غامقين اللون نتاعهم. بالنسبه ل 2013 الشهر الجاي اللي بعده غدوه بعد غدوه، شنو الالوان اللي تراها موذا اكثر من غيرها؟ لانه احنا في تونس مازلنا نراو في المعاطف البيضاء، مازلنا نراو في البلوسونيت اللي الوانهم زاهيه، رينا البيستاش، رينا الروز بيبي. دونك 2013 كيفاش؟ 2013 سبق وحكينا عليه، هو باش يكون الالوان نتاعو لورانجي والفير بيستاش هما من اكثر الالوان الطاغيه. الكريم هو الالوان نتاع، لاحظ حاجه اختي اللي ما بين الوان السنه اللي هما توا تتلبس والالوان، ثم فرق كبير السنه باش يصير شونجمون. نعم. في اللون. دونك كل ما هو كريم، كل ما هو اورانجي، كل ما هو الوان زاهيه من بلو وغيره. واللون الابيض اعطى برشا في الاسابيع الموضه نتاع 2012 2013، وبريسك معظم المصممين خدموا على المعاطف البيضاء. نعم. والمنقطه اكحل وابيض. نعم. اكحل وابيض. نعم. ركزوا عليهم برشا، وخرج المعطف هذايا خرج برشا في السيزون تاع شتاء سناء. دونك سناء شتاء ما عادش فيه برشا، دونك بريسك الالوان هذوما ما تشليوش الكبابه البيضاء خاطر السنه العام الجاي ماهيش لاموت، ماهيش لاموت، لكن داخلين على الصيف ان شاء الله اللي ريناه عم ناول. أي. رينا البلانت باش يكون بكثره، والالوان الغير متناسقه، الالوان الغير متناسقه، الملابس اصلا الغير متناسقه ماهيش سيمتريك اللي. نعم. تلقاها اليمين مشكله اليسار. مش الحاجه اخرى بربي في السناء الشابو، راهي الشابو دلجة برشا ولبسوها في شابو ولا البيغي؟ الزوز. الزوز الشابو والبيري والكاسكيت، يعني لبسوهم برشا سنة مع المعاطف. نعم. وعطاوا لوك ياسر حلو، وعملوا كوليكسيون تاع تقولش علينا في الستينات. نعم. حكيت لك عليه. ومن بعد زاد شفنا في السواريات نتاع الشتاء اللي باش تصير يلبسوا كل ما هو جلد الحيوانات نتاع النمر نتاع. نعم. الحنش وغير ذلك من الوان الحيوانات. نعم. باش تكون هي اللي دلجه اكثر. يعطيك الصحه، فما كلمه تحب نضيفوها في الختام؟ ماذا بيا نعطي البرمجه، عطينا البرمجه العالميه
نعطي البرمجه التونسيه. ان شاء الله ثم موعد مهم السنه باش يكون في برامج التونسيه اللي هو فيستيفال دو لاموت اللي باش يصير ان شاء الله نهار 4 و5 افريل بعد اسابيع الموضه هذوما الكل. تنظموا الجامعه الوطنيه للنسيج مع بعض المؤسسات الاخرى. ثم ان شاء الله في جويليا مسابقه المقاصة الذهبي سيزو دور اللي باش تكون ينظمها جمعيه تونسيه للموضه. نعم. وان شاء الله باش يكون ثم بطبيعه كيف العاده باش يكون ثم الخمسه دور اللي تنظموا صناعات تقليديه. نعم، احنا ان شاء الله نكونوا مواكبين لكل التظاهرات هذه حتى نخليكم ديما تكونوا اين في اختياركم للملابس والالوان. نتبعوهم تدريجيا اسابيع. نعم. الموضه هذوما ونكون عندنا ان شاء الله حتى الكواليس باش تكون عندنا صور وبعض الريبورتاجات نتاع كواليس اسابيع الموضه تبدا نهار 12 وتوفاه في اخر مارس. ان شاء الله نعديهم في وقتهم في اللي معانا، لانه نهار السبت نحاولوا ديما انه الفقرات نتاعنا فيها تركيز اكثر على سيدات، على الموضه، على التجميل الى غير ذلك. جزيل الشكر ليك العربي بوكامحة، مصمم ازياء ومدير المعهد العربي للموضه. ان شاء الله نعطيكم فكره على كواليس العروض. العروض مهمه وساعات الكواليس تكون احلى، معناها والمتفرج ديما يحب يشوف ايش فما في الكواليس، ايش فما وراء الكاميرا. يعطيك الصحة سي العربي على الحضور، شكرا لك على الاكسكلوزيفيتي اللي خصيتنا بها بالنسبة اليوم. مازلنا مواصلين في عالم الجمال، نمشي نشوفوا أستوس بوتي، هي فقرتنا الموالية وراجعين لأجواءنا المباشرة. تفضلوا. صباح الخير يا اللي معنا. اليوم في أستوس بوتي باش نعمل لكم كيراتين. بون الكيراتين هذايا سي با نامبورت كيل كيراتين. الكيراتين هذايا سان فورمول اللي الناس الكل تحب عليه، او ميم طون ما عنده حتى ايفي انديزيرابل. في نفس الوقت نجم تعملو نعملو لابليكاسيون نتاعو ونكملو الكل ونغسلو سور بلاس، ما نقعدوش نستناو ثلاث ايام. اول ما عملنا توا اول حاجه عملناها خسرنا لها شعرها، عملنا لها ثلاثة طليات شامبوان افون كيراتين، شامبوان هذايا اللي تحل لي زيكاي نتاع شعرها. بعد ما كملنا عملنا شامبوان شيحناهولها باش نشوفوا شعرها ناتشورال كيفاش يبدا، ما غير ما نشوفوا لا مجبوت لا حتى شيء. وتوا باش نبداو نعملوا الابليكاسيون نتاعنا. خليناه 30 مينوت طاو باش نبداو نشيحوه شويه. بعد ما نشيحوه باش نبداو البروشين نشيحوه نعملو ان بو بريسيشي، ومن بعد نبداو البروشينغ نتاعنا نطلقوه لها كاريمون. ومن بعد باش نبداو ليتاب اللي بعدها هي البلاك. كملنا البروشينغ نتاعنا، توا باش نبداو في البلاك اللي بها الفايده، ليتاب لا بلوز امبورطونت. نبداو بيان سور نبداو بالبلاك نتاعنا، نعملو ليساج نتاعنا، ناخذو لا ميش كل نطلقوها، ومن بعد نعاودو نرجعو نركزو على لي غاسين. كملنا توا البلاك نتاعنا، توا باش وخسرنا لها عملنا لها تشليله باهيه، ومن بعد عملنا لها الماسك نتاعها ابخي كيراتين. هذايا الكيراتين هذايا راهو ماهوش كيما الكيراتين الاخرين اللي يلزموا يتعمل، معناها اللي يتعمل فيه شامبوان. هذايا جوست نشلوه بالكدا ونعملوا له الماسك نتاعو،
وكا ومن بعد نسيحوه. نشوفوا توا ايا كيفاش صارها ولا ما يستحقش لا بروشينغ لا حتى شيء، جوست سيحناه سيشاج ناتوريل. كان تحب تعمل له هي بعد سيروم شويه سيروم كيراتين على لي بوينت، سينو تنجم تخليها هكا. تشوفوا كيفاش تري ناتوريل ما يستحقش الجمله للجبدان. ان شاء الله تكون عجبتكم لاستيس هذيا، وان شاء الله المره الجايه نجيب لكم حاجه جديده. تقابلوا في لاستيس الجاي. رجعنا لكم، وموضوعنا اللي باش نطرحوه توا موضوع التعريف. نحاولوا انه نهار السبت ديما معناها نطرحوا المواضيع اللي ماهيش درجه برشا، ومن خلالها نقدموا معلومات. باش نحكيوا اليوم على الحمام الاصيل بتونس، واليوم فما تظاهره تحتضنها مدينه العلوم، وكديما نكونوا مواكبين لكل التظاهرات الموجوده في تونس على كامل الجمهورية. وطبعا نذكروا في كل مرة برقم الفاكس متاعنا 7944935، وإلا 7944919. تراسلونا قبل أسبوع من التظاهرة حتى نتمكن من مواكبتها، وإلا فسح المجال لكم لتقديم النشاط متاعكم وتسليط الأضواء على مختلف التظاهرات. اليوم باش نحكيوا على حمام الأصيل بتونس، ونستضيف الجمعية التونسية لتربية الحمام الأصيل اللي مثلها اليوم سي سفيان عاشور، عضو ناشط بهذه الجمعية. صباح النور سي سفيان. صباح الخير. مرحبا بك. يعيشك. يعيشك. عادة نحن نستضيف جمعيات إغاثية، جمعيات إسعافية، جمعيات تهتم بالطفولة، بالمرأة، بالعائلات الفقيرة، لكن مانيش متعودين نستضيف جمعيات تهتم بالحيوانات أو بالطيور أصح. اللي تفرجوا فينا يقول لك بربي توا العائلات جيعانة وأنتم باش تحكيوا لنا على الحمام الأصيل. شنو أهمية وجود جمعية تعنى مش بالطيور بصفة عامة ولكن أساسا بالحمام والحمام الأصيل؟ فوالا دونك نشكركم ساعة على الاستضافة. مرحبا، نشكرك على قبول الدعوة، ونحييو سي غازي محجوب لأنه أنتم اليوم عندكم تظاهرة ونورمالمون تكونوا على عين المكان. مدينة العلوم، فوالا مدينة العلوم اليوم نهار السبت وغدوة. إي دونك من العشرة نتاع الصباح حتى كشي الخمسة نتاع العشية. دونك التظاهرة هذيا وقع تنظيمها جوستومون سي اون اكسبوزيسيون نتاع الحمام التونسي. دونك نرجعوا للهدف نتاع الجمعية نتاعنا اللي هو حماية الثروات التونسية. نعم. الحمام وخاصة منها الحمام التونسي الأصيل. نعم. اللي بون تعودنا نسمع الخيول الأصيلة. اي فما حمام التونسي الاصيل. دونك انتم ما خلطتوش على الخيول ونعملوا حمامه. دونك الجمعيه هذه جديده ما عندهاش برشا، معناتها ملي اسست في 13 افريل 2011. نعم. تضم ما يقارب 11 عضو مكتب. دونك الاهداف نتاعها كما قلنا هما حمايه الثروات التونسيه من الحمام التونسي الاصيل، تراثنا منذ مئات السنين معناتها. نعم. دونك على هذا عملنا الانيسياتيف باش عملنا المعرض هذايا نتاع الحمام بوغ اكسبوزي لي غاس اللي موجودين عندنا شنو عندنا في تونس، ومونتخي لامبورتونس نتاعهم للصغيرات للجينيراسيون الحاليه وللجينيراسيون افونيغ. احنا عندنا معناها حمام في تونس والا انواع معينه من الحمام اللي هي مهدده بالانقراض، هذاك علاش عملنا جمعيه باش نعملوا معرض كيف كيف، يعني نجموا نطلقوا صيحه فزع نقولوا راه عندنا انواع ستنقرض وما نقعدوا نشوفوا كان في تصورها في الكتب. اكزاكتومون. دونك هنا نرجعوا شويه للتاريخ نتاعنا باش نعرفوا منين جاء هذا، كيفاش مشى
معناتها هذه بارتي منها مشيت ما عادش نشوفوا فيها. وتوا بوتيت ابتي قعدنا رجعنا وني اريفي باش نرجعوا حاجات اللي فريمون مستحيله كان كنا شبه مستحيل. دونك نرجعوا للتاريخ نتاعنا قبل الحمام اللي نعرفوه الكلنا معناتها ابيض والا في لك ولا الحمام الازرق بلوتو ازرق كل بلو فوالا دونك اللي راهو في الجوامع وراهو موجود بارتو. دونك هذيك نجم نقولوا سي لا برينسيبال سورس اللي معناتها منها هي بدات كل شيء. دونك قبل العرب كي مشاو للاندلس دونك كانوا يهاجموا من بقعه لبقعه. دونك اشاك فوا كل بلاصه يمشيو يخليو اون بارتي من الحمام تاعهم ما يهزوش الحمام الكل. دونك ليدي بدات بشويه بشويه لي راس كومونس ا سو ديفلوبي اي ا شانجي. دونك يا يو دي موديفيكاسيون جينيتيك صاروا تحولات جينيه بما انه فما اختلاط مع اكثر من نوع نتاع حمام. ذيك علاش نلقاو ساعات الوان ما سبحان الله اللي هي اصل الحمامه بيضاء ولا زرقاء نلقاو الوان مختلفه بما انه كيما الحوته نتاع قبيله معناها ولا اختلط على الحوته اختلط على الحوته. دونك ان فيت الحمام دونك كي كانوا يهاجروا قبل كنا نخليو اون بارتي الحمام تاعهم ما يهزوهاش. دونك باغ لا سويت بداو لي موديفيكاسيون جينيتيك كل مره يمشيو يصيروا دي كروزمون. بداو الاسبانيول قبل بداو هما معناتها صاروا دي كروزمون. دونك هوني ما عادش نحكيو على غاس خاطر كان باش نحكيو على غاس بحر كبير برشا مئات معناتها لي غاس نتاع الحمام. تبقى هوني نجمو نحكيو على لي فامي نتاع الحمام كيف ما نقولوا فما لي بيجون بول البيجون بول كيف ما نقولوا الكيرواني الحمام القروي. دونك هذا الخاصيات نتاعو هو حمام رزين ما يطيرش كبير فوليمينو افيك بول معناتها اي كيف الدجاجه فوالا دونك كبير. وعلاش هذا فيت لا غاس هذا لا ايتي ديفلوبي قبل نرجعوا حتى لعهد الرسول عليه الصلاه والسلام. كانوا يعملوا يتخاطروا على الحمام شكون يعملوا دي كورس تاع حمام شكون حمام توصل قبل شكون تدير ديسونس اكثر. دونك اذا كانت حاجات ينهى عليها حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينهى عليها. دونك باغ لا سويت العرب كي جاو وتوانسه دونك عملوا ايزون ديفلوبي لا راس هذيا القروي اللي هي راس رزينه وما تيرش. وحتى الرسول عليه الصلاه والسلام ربى منها جوستومون دو سوجي دو زوز فرود معناتها وكانوا احمر بلوتو بوني. الى جانب القيروان انهم اكثر الاماكن التونسيه اللي فيها حمام وهو من نعتبروه من الحمام الاصيل اللي يلزم الحفاظ عليه. معناها فما مدن يعني تحبها الحمامه الاصيله التونسيه وتخير انها تعيش فيها لظروف مناخيه. شوف توا مالوغوزمون ما عادش عندنا الكونترانت ما عادش المناخ ولا الكونترانت هي ديجا لي سوجي اللي ما عادش موجودين. دونك ديجا احنا الحمام حتى كي ربيو فيه ربيو فيه في قفصات هو بلاصتو دون لا ناتور مصايب مي تيلمون الي غار اللي اون اي اوبليجي كل واحد افيك سي بروبر مويان في دارو في سينيا نتاعو كل واحد يشوف معناتها المناخ توا بون ماهوش حاجه هذيك اللي باش تربط معناتها. دونك الحمام توا موجود في تونس الكل حتى العظام نتاع لي ممبر نتاع الجمعيه نتاعنا موجودين في تونس تونس نابلس فاقس سوسه جرزيس موجودين بارتو. سي سوفيان الحمام اللي يصطادوه الناس اللي مغرومين بالصيد هذاك حمام اصيل ولا مقلقش وقت يتم صيد نتاعو؟ لا هذاك ما يقلقش بون بيان سور اذا كان اون جينيرال الحمام الاصيل خاطر الحمام الاصيل تلقاه محطوط محصور ما تلقاش مصيد دون لا ناتور هكاك. دونك خاطر سي عنده اون فالور كبيره دونك اون بو با سو بيرميتر باش عندنا حاجه من عندنا حويجه بركة ومازلنا كي طلعناها باش نضيعوها ولا تخرج برا يضربها صياد ولا نسر ولا نابورتو كو. معناها الحمام الاصيل الجمعيات والا الاطراف المعنيه بالامر محافظه عليهم موجودين في مكان ماهمش مصيبين في الطبيعه. اكزاكتومون. باهي دونك احنا بنشوفوا مع بعضنا بعض الصور. الحمامه البيضه هذايا كي باش شوفوها باش نقولوا حمامه عاديه معناها نقولوا موجود منها برشا. نحكيو شويه هذه كيف ما نجم نقولوا العملاق صغير سي لو بوتي جيون. هي حمامه صغيره بون اون سو رون با كونت دو لا فالور نتاعها مي هي ريكونو على ليشيل انترناسيونال كوم ايتون اكبر. شنو اسمها هذه؟ هذه لو كرافاتي تونيزان يتميز اون كرافات تجي في رقبته كي شعر مقلوب يبدا في رقبته. عنده كرافات انيق الحمام هذا. فوالا دونك فيت حمام اصغر نوع فصيله تاع حمام في العالم
هي اصغر وحده ما فيهاش نزاع معناتها له دونك يتميز بالكرافات نتاعو en fait العين نتاعو عينو كبيره بارابور راسو Donc, il a tendance, Dima, à mettre en valeur la cravate intérieure. Il a toujours tendance, chez les donc même la démarche intérieure qui est Donc, c'est majestueux, c'est haja halwa à voir. Sofiane, chouette en arabe, mais nous, tu parles en français. Je veux nous passer l'information à tous les gens. Et ils sont avec nous, parce que ça veut dire qu'on est un peu loin de la situation, في تونس والجمعيه ذي تحاول ان تحافظ عليها لأنها مهددة بالانقراض واليوم باش يكون فما معرض بمدينة العلوم لتصيت الأضواء على الأنواع هذه بحضور يذولي فما شكون باش يجيو من وزارات إلى غير ذلك باش نتعداو إلى حمام يتسمى سنهيجي سنهيجي لقب هذا موجود في تونس المنطقة منطقة سنهيجة معروفة نجم نقول اسمه سنهيجي خاطر يتوجد في سنهيجة pas spécialement moi je connais ça موجود في 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 بلايس كل ما تنجم نقاو بون سي راس دي اقل ماهيش مهده برشا توا معناتها بلوز او موان نجم نقولوا من منعت معناتها موجوده خاطر بلوز او موان رجعت دونك بار كونتر تعريف فيه النوع هذا نتاع الحمام شيء تعريف اللي ما يغردش كيف الحمام الاخر اي فيت نجم نقولوا يغني يغني فوالا وحتى كي يبدا يغازل في الانثى نتاعو سي عنده شيء طريف لا ديمارش نتاعو كيفاش يبدا يشطح كاريمون ساق بساق يبدا دونك حاجه طريفه معناتها واحد كي غزال مش متعودين نشوفوها حتى في عند حمام اخر ولا عند نوع اخر من الطيور. يعني وانت ماكش فيتيرينير وماكش قريب اختصاصك بعيد تماما معناها على الحيوانات وحتى ايضا رئيس الجمعيه مش اختصاصكم اكيد وليتوا تعرفوا برشا على الحمام فما حكايه تقال من عرس صحه ولا انه الحمامه الانثى وقت اللي الذكر نتاعها يموت بعده مباشره تموت ما تكملش تعيش صحيح بون وي طلعت عندي معلومه صحيحه صحيح صحيح بون هو فيت الحمام بصفه عامه أي. اذا كان الكوبل معناتها الزوج تاع الحمام أي. اذا كان يقعد مده طويله مع بعضه اي معناتها يستانسوا ببعضهم اي غادي صعيب ياسر باش بعض كان بعضهم ينجموا يصيروا الحاجات واحد هذو. فيهم يتوفى يصيروا الحاجات هذوما حاجات عاديه وتصير نعم باهي قاعدين نشوفوا سفيان انه هوني كي تشوفوا معانا زي المشاهدين وكاني معاش حمامه اللي لو تاوي تشبه الحمامه الصوره اللي في الوسط يعني التغييرات وتحولات جينيه كبيره كيف كيف لابافيت هذاك في البافيت في رقبته دونك هذيك سي تيبيكمون سنهيجي معناتها باهي سموكي باهي نحكيو شويه على الطيور هذيا نجم نقولوا معناها جات لتونس وقعدت في تونس والا هي بالاساس تونسيه اصلا بالاساس تونسيه بالاساس تونسيه اصلا وحتى لي غاس الاخرين اللي في العالم النوعيات الاخرين تاع الحمام ماخذينهم من عنا نحن تو كيف ما نقولوا لي فامي اللي قلنا عليهم بكريكا لي كرافاتي مثلا لي كرافاتي اللي في العالم ماخذينهم سبيسيالمون من لي كرافاتي التونيزان هذاك اللي عندنا نحن اي باهي الحمام هذايا قلنا بالاساس نتاعنا قداش عندنا من نوع نتاع حمام في تونس في تونس لانواع الحمام التونسي الاصيل عندك السنهاجي عندنا لو كرافاتي تونيزان عندنا الثرايا ولا من نسميوه تو المداول هو جريدي هيا باش نشوفوها الثريا البيضة الصورة صغيرة إن شاء الله نتمكنوا من رؤيتها بيزاغ شوية الحمامة هذيا نحكيو عليها شوية سان بيجون هذيا سان بيجون كلاكا اون فيت كي تير عنده يصفق بجوانحه أي. عنده ومزيان برشا كحمام الحمام الكل في العالم كي يبدا الحمام لونها ابيض اوتوماتيكمون عينيها يصير بال كحل اي اوتوماتيكمون صف في الجريدي الجريدي الوحيد اللي عينيه يقعدوا اصفر فوار اورانجي بلوتو دونك سي ان بيجون تري ماجيستيو معناتها مزيان برشا يتميز بالريش في ساقيه دونك يطلع ريش على جنبات في ساقيه كنجمو نعملوا زوم عنده الريش في ساقيه دونك كما مثل تونسي ساقيه بالريش الحمام هذايا اسمها ثريا ثريا والا الاسم المداول الاكثر جريدي جريدي
من منطقه ولا كيف كيف مانيش حاصلين في ريجون معينه نقولوا تونسيه وكذا. جريدي جريدي هذه سي اون غاس ومن بعد نرجعوا لها ممكن في الاخر. سي اون غاس اللي كي بريسك ديسبارو مشيت معناتها اذ محلت ورجع سي ناصر محجوب نتوجه له بشكر هو الرئيس الشرفي نتاع الجمعيه. نعم. طبعا عنده 40 سنه يربي في الحمام. اي وكان هو اللي رجع برشا انواع نتاع حمام بما فيهم الجريدجي هذايا ما كناش نجموا نحلموا اللي باش نعاودوا نهار نلقاوهم. نجم تحكي لنا فماش بعض الترائف على الحمام حاجات احنا ما نعرفوهاش احنا نشوفوا شكلها كهو نشوفوها مزيانه ونقولوا يا محلاها ونتعدي والا نلقاهم ساعات واحنا ماشيين في الجوامع بحذا الجوامع نحبوهم نعطيوهم معناها حاجات بدو شيخين عليهم وقت اللي يجيونا وساساغيت لا معناش معلومات دقيقة عليهم فمشي بعض الترائف على الحمام احنا ما نعرفوهاش وتنجم تفيدنا بها توا سي سوفيا. ترائف الحمام بصفة عامة ما نجمش كيما نقولوا مش كيف ما نقولوا خاطر نرجع نشوفوا في كتاب مثلا أي. حتى تجي الولايات صغير ساعة توريه حمامة اي صغار ساعة باش يقول لك هذه شنو هي؟ بالنسبه لي هو ماهيش حمامه. اون جينيرال خاطر نوصلوا ساعات ممكن مش موجودين اما فما لي بيجون ستركتوري. هذوما بمعنى؟ هذوما سي لي بيجون اللي يصير فيهم تحويلات يصير يعني يتلقحوا يعني ناخذوا نعملوا تجربه عليهم نجم نقولوا وتجينا غاس جديده. غاس جديده سيتادير كيف ما نجم نقولوا حمامه راسها ما تنجمش تعرف وين. تخزر تشوف كان في ريش طالع من بلايص كل ولا تعمل شابو فوق راسها بالريش هابط معناتها هذوما يغزروا يقولوا لنا هذه شنيا هذه حمامه بون هذا كان وصل له عرف اللي هذيك حمامه يقول لك اون جينيرال كي توريه له في تصويره يقول لك فوتوشوب ولا يقول لك على ذيك فوالا على ذيك دونك في المعرض توا ديجا البارح شوفوا حاجات غريبه يشوفوا حاجات غريبه معناتها اون جينيرال يسون اغريابلومون سوربري معناتها يتفاجئوا بالنوعيات الموجودين عندنا باهي معناها قاعدين تجمعوا في الحمام من بعض الاماكن اللي ربما يصير عليها ما نعرفش صيد عشوائي والا يعني فما بحث في الجهات التونسيه حتى نحميهم في مكان معين ونستفيدوا بهم نعملوا كتب نبحثوا في الغاز هذوما نعملوا بهم معارض. جوستومون هوني هي المشكله هذه المشكله نتاعنا المشكله هي نقص كبير في الدعم. نعم دونك مانيش لاقين الدعم الكافي من في كفايه بالمناسبه نتوجه للسلطات المحليه والجهويه والمجتمع المدني وما في باش نزيدوا اون انفيستي اكثر في اجل النهوض بهذا القطاع اللي هو ابريتو يمثل التراث نتاعنا وتاريخنا كعرب وكتوانسه بصفه خاصه. كلمة للي ما عادش تعطينا رقم الجمعية مثلا للي عنده ربما مغروم بتربية الحمام عنده نوع ينجم يكون موجود عنده مش موجود عندكم والا يحب صعيبة شوية قاعدين تخدموا على روحكم بالنسبة للحمام بالنسبة للحمام التونسي بالنسبة للحمام التونسي انا معناتها نحن الجمعية أكثر معناتها الهدف نتاعها التراث نتاعنا نحن. إي. عندنا الحمام، عندنا الحمام موجود معناتها دي راس من برا يجيو معناتها عندنا كل شيء، دونك تبقى ركزوا أكثر على الحمام التونسي. نعم. هذا اللي هو المهدف. هذا أساس وجود الجمعية هذه. سي سفيان في الختام قبل ما نخلي لك كلمة الختام أعطينا رقم ربما يحبوا يتصلوا بكم، ناس يحبوا ينضموا الجمعية يحبوا. بالطبيعة دونك نعطي رقم نتاع السي غازي محجوب رئيس نعم. الجمعية نعم. هو 21-275-795 نعاودو 21-275-795 باهي خاطر تحافظوا بالفرونسي فوالا وسينو عندنا سامحني عندنا الصفحة نتاعنا في الفيسبوك جوست في البار دو ريشيرش تحطوا ATC اسوسياسيون تونيزيان دو كولومبي كولتور ATC دونك تخرج الباج دونك تلقى يلقاو فيها المسؤول الرئيس الجمعية ونلقاو لي مومبر وكل شيء ويشوفوا من فما كي تصاور نتاع لي زيفينمون اللي يصيروا ويواكبوا فيها كل ويواكبوا فيها كل شيء. جزيل الشكر ليك على حضور سفيان عاشور ان شاء الله المعرض اليوم يلقى برشا اهتمام ويكون فيه برشا زائرين لزياره الحمام الاصيل اللي موجود في تونس من خلال المعرض بشوفوا برشا صور نجموا تهزوا صغيراتكم سبت عشيه بارك الله فيك على الحضور معنا سفيان عاشور عضو ناشط بالجمعيه التونسيه لتربيه الحمام الاصيل حبينا صفحه
جديدة هكا مش متعودين نحكيو برشا على الطيور في حصتنا. إن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمناها لكم اللي تعجبكم. زي المواصلين مشاهدينا هتناخذوا فكرة مش على الطيور ما على آخر أخبار النجوم اللي طايرين عبر البلدان العربية ومحققين برشا شهرة. تفضلوا. عسلامة ومرحبا بكم في ربريك آخر أخبار. كالعادة نبدأ بالعناوين. حزب العدالة والتنمية التركي ينهي حريم السلطان. إلهام شاهين تنتصر مرة أخرى. هل تنفصل ليلى علوي عن زوجها؟ كاتبة سعودية تقاضي ميساء المغربي. ونبدأ جولتنا الفنية لليوم مع أخبار سياسي فني في تركيا. نحكي على الدراما التركية واللي قاعدة تلقى في نجاح كبير في الوطن العربي. ومن المسلسلات الناجحة واللي حققت شهرة كبيرة مسلسل حريم السلطان. مسلسل حريم السلطان تعرض لانتقادات قاسية من قبل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وحسب الأخبار اللي انتشرت أنه حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم نجح في إيقاف عرض المسلسل، وقالوا أنه المسلسل هذا قاعد يشوه في التاريخ ويقدم في صورة مضلة على السلطان سليمان القانوني. وبالفعل أصدر البرلمان التركي قرار بوقف عرض الجزء الثالث من العمل واللي يحمل اسم القرن العظيم. ونحب نذكر أنه مسلسل حريم السلطان أضخم إنتاج تلفزيوني يحكي على جانب من حياة 10 سلاطين الدولة العثمانية وأعظمهم سمعة وقوة، وركز المسلسل خاصة على الجانب العاطفي للسلطان سليمان القانوني. ننتقل مع بعضنا للأخبار الثانية، والمرة هذه نحكي على آخر أخبار الفنانة إلهام شاهين. وفي انتصار جديد لها إذ رفضت محكمة قصر النيل قبول دعوتين من قبل أكثر من 45 شخص يتهمون النجمة إلهام بإثارة الفاحشة. ويأكد نص الدعوة أنه الأعمال الفنية اللي مثلتها إلهام شاهين لم يخل أي منها من مشاهد الإثارة الجنسية والإيحاءات الغير المقبولة، وجميعها كانت بمثابة المحرك والمحرض على إثارة وإشاعة الفحشة داخل المجتمع. هذا كان نص الدعوة. ونلقاو في الجهة الأخرى بطلة فيلم صالح الوزيرة تأكد على أن الممثل مجرد أداة في أيدي المخرج والمؤلف، ومسؤولية العمل تقع على عاتق كل من المخرج والمؤلف ومش الممثل، كما أنه تمت الموافقة على الأفلام بعد عرضها على الجهات الرقابية المسؤولة. هل تنفصل ليلى علوي عن زوجها؟ برشا إشاعات قاعدة تأكد على أن الممثلة ليلى علوي تود الانفصال عن زوجها رجل الأعمال الكبير منصور الجمال بسبب ازدياد حدة الخلافات بينهم مؤخرا. ونشرت إحدى الصحف أنه ليلى علوي سافرت لدبي بصحبة عائلتها، والسبب المعلن حاجتها القليل من الراحة والاستجمام. وقالت الصحيفة أنه ليلى اختارت فيلا في دبي وقررت باش تعيش فيها في الفترة المقبلة حتى تستقر الأوضاع في مصر. ومن مصر نمشي بكم للسعودية، وين باش نلقاو الكاتبة والروائية سارة العليوي واللي رفعت قضية ضد الفنانة ميساء مغربي في محاكم دبي. وذكرت العليوي أنه سبب القضية هو إخلال ميساء ببعض بنود العقد المتفق عليه حين توقيع اتفاقية إنتاج مسلسل لعبة المرأة رجل. وفي انتظار الحصول على تفاصيل الحكم يبدو أنه المسلسل المقبل وللكذب رجال للروائية العليوي لن يكون من نصيب مغربي على خاطر القضية المرفوعة لا تزال قائمة ولم يتم الفصل فيها. نبقى ديما في نفس السياق، وقبل اللجوء للمحاكم نلقاو أنه ميساء مغربي صرحت أنه العملين اللي تم الاتفاق عليهم سعوديات، وللكذب رجال يعتبران من الروايات المتميزة اللي تحمل فكرا ومضمونا، وهذا اللي ينقص شيئا ما الدراما الخليجية. ونختم جولتنا الفنية لليوم مع خسارة الوسط الفني في 2012 للعديد من العظماء في مجال الفن. وفي مصر كان من أبرز من رحل عنا الفنان أحمد رمزي، أيضا الفنان الكبير يوسف داود، رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، رحيل أيضا الفنان الكوميدي الكبير فؤاد خليل، كما ودعنا أيضا في تونس فارس من فرسان المسرح التونسي الكبار محمود الأرناؤوط. وبالأخبار هذوما نكونوا فينا جولتنا اليوم مع آخر أخبار الفن. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية.
رجعنا لكم مرحبا بكم بعد الفقره اللي كنا نشوفوا فيها. رجعنا لكم وجينا بحذا سليم حتى نشوفوه في نوصل. مازالوا فما حاجات تشتش ما نحبوا. يظهر لي البلا الاولاني هو اللي حضر. السلطه هي حضرت. الالوان محلاها ونذكروا انه طبق مفيد جدا فيه وصحي 100% فيه السمك. اي فيه السمك وفيه الخضره وفيه البيتراف الباهي للدم وفيه الكرومب اللي هو باهي للالياف وباهي للجسم بصفه عامه والتونسي مقصر شويه من ناحيه الاكل بتاع البتراف خاصه. فما الطماطم زايده وفما الطماطم باش تعطينا الالوان وتعطينا نكهه وتعطينا المطعم بتاع السلطه وفما فلفل بالعبيد بما انه يعني متناسق مع المطعم باش يكون شويه حار شويه تعرفوا البتراف يحبوا حاجه الحاره في الشتاء بالطبيعه مي سامبيش با في الصيف نعملوا هزاد اي نهديك في الحار هكا نصح لنا مره واحده نتعداو للطبق الموالي. مازال شويه لا مش مازال شويه ما هذه البطاطا اللي تاريخ بيك قلت لك صمتها في الماء بتاع البيتراف هكا اللي تحمر هذيك البطاطا الطومات بيبي هي رخيصه وباهيه وتوا سيزون تاعها وتبلنا فيسع وتبنى فيسع خاطر ماهيش كبيره في العمر دونك مش غاليه مش غاليه مش غاليه زايده اللي ارخص برشا من الاخرى باهي. عندك فكرة سليم على الأسعار بتاع الخضار؟ بتبيعها بتبيعها قداش البطاطا هذيا ب 500 فرنك كيلو البطاطا الصغيرة هذيا؟ هذيا 500 باهي والبطاطا الكبيرة راح في المارشي ما بين 900 وما بين 800 رغم اللي تم تسعيرها تنحي القشرة تنحي كذا دونك ماهيش رونتابل برشا برشا باهي دونك نذكر نوريك الحوت اي ورينا الحوت ونذكر تحت البطاطا شنو هذاك؟ وتحت البطاطا البطاطا زاد البطاطا قلت لك اللي في فوالا اللي تحتها بطاطا ولكن لونها مختلف تظهر لنا كان سفناري على خاطر سفناري في الماء بتاع البتراف غليها في الماء بتاع البتراف هاكا عملنا دوزونا معناتها البطاطا في بطاطا اللي يشوفها ما يقولكش بطاطا معناتها باش نغشوا بها الصغيرات هذيك معناها لا نحن ما نغشوش صغيرات باش ما يتعلموش الغشه وقت يكبروا. اما نحن نتفنوا نوليو صغار كيفاش يتفنوا. هذا الحوت تقريبا جاهز. اي ريحته بنينه برشا. ملك اصبر. هذايا الاكله اللي قلنا الحوت حرامي. حوت حرامي على خاطر من حرامي حرامي مش حرامي. اي بوغ اتر كلير. من الشلبه ومن القاروس يطلع لنا نوع جديد نتاع حوت. هذا هو الحوت بتاعنا نذكروا الصوص بتاعنا شنو مكونات على خاطر ريحتها بنينه برشا دونك نتصور مطعمها بنين زاد الصوص بتاعنا المكونات بتاعها هي زيت زيتونه بصل بصل ثوم كزبر شبت حطينا طماط كونسونتري وحطينا شويه هريسه عربي بون للي يحب الهريسه اي والقوة الكل في الحوت اللي سايب المطعم نتاعو سورتو كي يبدا جديد دونك من ريحه بعد ما تطيب الاكله نعرفوا الحويته نتاعنا جديده بالطبيعه بالطبيعه تبدا مو تبدا جوتو من الداخل هذيك الحوته تبدا تشكل باهي واللي قعد لنا الطبق الاخير هو المحلبيه فما سوس في المحلبيه حبيت نقول اللي ما نستعملوش ياسر حليب بما انه الحليب مش موجود برشا وغالي نغليو 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 الحليب في الماء نغليو الحليب في الماء؟ سامحني انا كل جمعه نعمل حكايه هو باهي فكره كي نزيدوا الحليب في الماء باهي معناها اوكي نغليو الروس في الماء اوكي نغليو الروس في الماء بعد باش نزيدوا الحليب باش تجينا قد قد كنا نص ايتره احنا حليب نص ايتره نص ايتره قداش من شخص تكفي الغوسيت هذه؟ تكفي حتى ستة ثمانية خاطر بعدش نقصوها بطريقة تكون حلوة وتكون صغيرة نعم. نجمو نستعملوها في أي مناسبة يعني ماهيش محلبية بتاع دار اللي الصباح تاخذ صحفة وبتي ديجيني هذيك نخرجوا من بتي ديجيني نعملوا سواري والفاكية باش نزينوا بها من الفوق الفاكية اون روبي لحظة نوريك بعد ما طبخناها حطيناها تبرد شوية الكاميرا معاك سليم في عقلك دونك خليناها تبرد شويه علاش على خاطر من بعد باش نلفوها وباش تتعمل على طريقه السوشي مش باش نحطوها في اسحافي هذا كيما ترى المحلبيه بردت باش نقصوها من بعد شو نلفوها ب هذيك شنو وهذا الكريمه تصير هذه الكريمه باش نحطوها في وسط المحلبيه هذا نقسموها نحطوا الكريمه نلفوها وال نعم بالفستق بالفستق اي وباش نلفوها في شنو نجمو نعملو سيلوفان في الدار اذا كان ما عندناش واذا كان عندنا التابي رولونت هذيا الصغيره المتوفره في الاماكن الكل تكون احسن اي هذيا
نحطوها من بعد نشلفوها تكون اسهل. فما اللي ما عندهمش هكا يكون سيلوفان سيلوفان بلاستيك نحطوا ونحاولوا كيفاش ندوروا بين الاجناب باش تجينا نفس نفس الكوبري. ما نحاولوش نلفوها في اوراق نتاع ملصوقه ولا حاجه لا 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 حاجه اخرى ليا خليها كيما هي. وهذا كيف نخدموها يعني نستعملوا الماء تاع ورد نبلوا بيدينا شويه تاع ماء ورد ولا ماء عطر شيء باش المحلبيه ما تلصقش في يدينا. فوالا وخليوها تبرد شويه باش تعطينا التوع. تبدا كولونت بالروز وبالحليب تبدا كولونت شويه في اليد دونك بور ايفيتي هذيك وسامحني في كلمه في تبلبيس نحطوا يدينا في شويه في الماء ورد وسكر ونخدموها باش تعطينا نكهه باهيه اون بليس الفستق يشد لنا في المحلبيه. فوالا دونك احنا باش نتابعوكم بعد بالكاميرا سليم كيفاش باش نلفوها المكونات هذيا وتطلع لنا على طريقه السوشي مش كيما نحكي وكيما نشوفوا الصوره مهمه. دونك بعد نتابعوك يعطيك صحه. هذه هي اطباقنا بالنسبه لليوم. هذه ان شاء الله نرجع بعد نشوفوا البريزونطاسيون فينال نتاع. مرحبا بك كمان. يعطيك الصحه شكرا ليك. نذكروا انه اليوم اطباقنا هي تونسيه قديمه قديمه قديمه. انا طورناها شويه. نعم حاولنا تكون مواكبه معناها شويه نردوها ازياتيك وشويه تكون مواكبه للالف. مو ازياتيك في اللوك في 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 المظهر مي المطعم تونسي 100%. عاد بريزونطاسيون لا صحيح غلبتني توا. فوالا نتعلم عليك وبعد نغلبك بكلامك يا سليم. يعطيك الصحه شايف سليم دهماني مازلنا مواصلين. نمشيو مع بعضنا استراحه موسيقيه والامثال لديانا كارازون وبعد نحكيو مع بعضنا على التسويق الداخلي والديكور الداخلي ونقعدوا ديما في موضوع اخر صيحات في الموضه في الالوان في التسويق مع هاجر بن حديد بعد شويه. مرحبا بكم مجددا. حبينا نحكي من خلال الفقره هذه على التسويق الداخلي على الديكور على الالوان اللي باش تكون موضه سنيق بلا حكينا على الازيات ونحكيو على الديار من داخل غرف النوم الالوان نجم نختاروها الاقمشه الستائر كل ما يمكن انه يزيد يخلي ديارنا احلى واحلى. ساعات بتوش صغيره بالكل كي نتعلموا حاجه بسيطه ونزيدوها فوق الطاوله تبدل لنا معناها المنظر كومبليتمون نتاع المكان هذاك ولا نتاع الكوان هذاك. سعيده جدا ان تكون حاضره معنا مدام هاجر بن حديد مختصه في الديكور الداخلي والتزويق وهي ايضا ستيليست موديليست وفرحانه بها برشا باش نحكيوا على جمال الدار وسعادين يكون بحضنا وجه مشرق وصبوح وجميل زاده على الصباح في اللي معانا. صباح النور. صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله كل عام وانت حي بخير. عايشك انت زاده ان شاء الله عمك الكل جميل وزاهي بالالوان. عايشك. هاجر احنا نشوفوك ديما من خلال فقره استوس ديكور تحاول ديما تعطينا جديد وتحكي لنا على الاقمشه وكيفاش نجموا نزينوا زاده مش فقط فكره على الالوان ولكن ايضا بحاجات بسيطه موجوده عندنا في الدار استغنينا عليها وخبيناها نجم نعاودوا نجبدوها وتولي حاجه جديده. به اول سؤال احنا في التسويق الداخلي نمشيو كيما الحديث على الازياء والموضه ونبداو سابقين كيما اليوم نحكيو على 2014 والا لا احنا باش نحكيو على 2013. En fait, tout ce qui est décoration, tout ce qui est intérieur, je suis en mode extérieur de l'absaukul. Blax, on a débuté en 2012-2013, mais on a 2012-2013, et notre loup en 2014. En plus, tout dépend de la blé, du climat, du mode, du meuble interne. Il dépend de la place que nous faisons. Je le mode, c'est international. مع تونس مثلا والبلدان المجاوره مش الالوان اللي في العالم اجمع. سورتو معناها مع الكليما بون مي سا ديبون فما عباد يسون فيتوريست معناتها يحبوا تو سكي معناتها ديرني كري حتى في البلدان الاوروبيه مي بون مكثريه واحد ديما يختار حاجه تتناسق مع الكليما نتاعو مع الامبيونس مع ستيل تاع الدار معناها اكثر من ستيلو هو. وقت اللي نتحدثوا مثلا على الالوان اللي باش تكون سنيموذه يلزمنا نمشيو حسب الدار والا نحاولوا نكونوا إين حتى لو كان الدار متاعنا ماهيش ياسر مودير.
جوستومون انا باقي معناتها ننصح باش واحد يكون عنده ديما اون توش ان في داره حتى كان هي ديما ديما يجددها باش يحس روحه ديما في امبيونس جديده بحاجات جدد صافي بوكو دو بيان معناها مي سينو فما ناس كلاسيك اللي تيان معناها للستيل نتاعهم دونك كل سا ديبون دو لا بيرسون معناها و دو لومبيونس دو لا فامي و العمر نتاع العائله وشخصيه العبد زاد تظهر في الديكور نتاع دارو سورتو قبل ما ناخذوا الاقمشه وكل شيء الالوان السنة اللي تراها موضه وترى وجودها في الديار ينجم يبدل شويه حتى لو كان ما نبدلوش الصالون ما نبدلوش كذا ولكن توش صغيره نجم نغيروا شويه في المنظر نتاع الصالون باغ اكزومبل ولا نتاع زوايا معينه من البيت الالوان اللي تنصحنا بها سناء وهي على مود Ben justement, enfin, le bois est toujours de mode, ce n'est pas qui m'a ramené. Maintenant, il y a un grand retour en talouh. Ou faut une touche de couleur, enfin, le rouge très tendance. Les couleurs vives, vitaminées, manière rouge, vert, jaune, il y a des ramkins. Il donne une touche sur le bois mesienne. Ou qui m'a fait un grand retour du blanc, le labé de l'ihabou labir. Qui m'a raoussné fille Belize, c'est le retour du blanc, des objets manière très soft, très simple. Ma famille est barcha elouen, ma famille est barcha tohaf, manta juste hajé tabda riche fil l'encadrement teha, ou riche tabata tarfa barcha hajé fil manière fille a tenu un tas de bachou, que l'on mouche d'ahra. Manta kjarat, manta inaperçu hajé trempe-l'œil, manière qui traite roule taou la simple, ou y a fille a barcha manière qu'a dîner joël le kulme houa simple. في الديكور مع الالوان اللي تخليها تظهر شويه تكون تعطيها فالور وتخليها يعني اون مي الحاجه هذيك اون غوليف بلون حار كيما اللون الاحمر. اي الروج اي تري على مود سني الروج الغامق افتح منه روج اورانج سورتو معناتها حتى في لي مور حتى في لي اكسسوار في لي تابي زاد كامل التندانس هي بدات عاملين ولا مازالت سني تو سكي بو دو فاش اون تابي تو سكي كوير un peu animaux, animal fédère. Ils sont très tendance, les fourrures ou cols fêchetés. هاجر فما زاده مثلا بالنسبه للجدار نتاع الصالون ولا نتاع بيتنو فما ناس اللي يختاروا انه بارتي من الحيط يدهنوها بلون يكون مواكب للموضه باش يحييوا به شويه البيت اذا ما كانش فما تغيير الاثاث تنصح به ولا اي ننصح بالبابي بان بابي بان يعطي معناها تونو للبيت ويكمل اون بلوس يزم واحد يعرف يختار الالوان سا ديبون معناتها دو لا غروندور خاطر فما بابي بان تعملو صغير يعطيك لونغور فما بابي بان تكبرو باش تصغر بيه معناتها سا ديبون الالوان الفاتحه اللي تعطيك يعني وكانه البيت هذيك واسعه برشا بيان سور تكبر الالوان الفاتحه و تو بو لو سيرني بشويه لون غامق كان واحد يحب الالوان الغامقه وزاد اللون الغامق ساعات كي يبدا معناتها مش كبير برشا يعطي ان اسباس معناتها دو لونغور مش ديما الفاتح برك يفتح يفو سافوار لي ترافايي وكاهو وبون زاد تري على مود لي ستيكرز سي اون معناتها مود كي فا دي زاني 60 رجعت برشا دي ستيكرز معناها منعش اون ميغوار اون ترومبلوي معناتها تظهر لك هكا حاجات تلاصقهم على الحيط كي سون تري توندونس فما لي بابيون برشا لي بابيون بيان سور سي توجور لي بابيون سا بور توجور بونور قاعدين يتباعوا في المغازات الكبيره ماهمش غاليين برشا معناها تقريبا الباكو في 9 كعبات نجموا تزينوا بيهم في المدخل نتاع الدار والا في بلاصه صغيره من الحيط هما معناها ماهمش قد قد من الحيط خارجين كاينهم بالحق غولييف ملتي كولور فيهم الالوان الكل تنجم تزين بارتي معينه سورتو كي يكون الحيط نتاعنا ابيض ما فيه حتى شيء دونك نجموا زينوا بيه بالنسبه للاقمشه السناء اللي هي موضه بالنسبه للسالونات بالنسبه للناب للستائر والله لي تيسو معناتها كما تعرف سي تو تامون دو كولور ودو تكستور خاطر اخر مره حكينا شويه على الدونتيل كانت تفكر دونتيل دونتيل سيتي تري على مود في الصيف خرج ياسر اون فوك بون باقي ان توش دو دونتيل مازالت معناتها العباد اللي يحبوها خاطر الدونتيل سي رافيني عنده كتوش هذيك تاع ترونسبارونس ياسر مثخم اوبوزون مي سينون لي كولور اوني زاد رجعوا برشا معناتها لي جو دو كولور دو كولور اوني واحد غامق واحد فاتح زوز غامقين ان شاء الله مره اخرى نقدموا ستائر دايوغ نوريو معناتها الكام اللي هي تخي لارج نتاع لي ريدو فما زاد لي تخي توندونس لي الكوفراج لي تيسيو اللي هما كوفراج كيما قلت يبداو فيهم دي غولييف
معناها هذوما زاد موجودين ست ارهاكا معناها تلقى حاجه خارجه من الغيدو دونك هذوما رجعوا تري على مود هما حتى اون بوتي كارو ستيل ريترو ستيل مودرن مش كان في النوار ولا الباروك ولا في اللي استنسنا بيهم شنو اخر زاد فما تو سكي سيتي. C'est une mode qui est pour les jeunes surtout. Mm-hmm. Un style tel qu'à New York, ou à la Belize, ou à la... Hey. Comment les posters, Rina, je m'y les posters, les tissus, ils sont très tendance. Ou elle a des artistes, Manta, ils aiment beaucoup, comme Marilyn Monroe, Elvis Presley. Ça dépend du genre, comme je disais, tout le monde aime. Et je m'y suis dit. Oui, c'est ce qui est très important. Ils disent que je n'aime pas, je veux dire, je veux dire, je veux dire, par exemple, le salon Théry, ou la Beat ou Lady, ou la Beat ou Noom. أعطينا حاجات بسيطة نجمو نزيدوها اللي تخلينا نحسو كأني حاجة جديدة يعني باش تنصحنا مثلا تغليف لي كوسان فماش أقمشة تتحط على الصالون اللي تنجم تظهرها وكأني جديدة لي تابي في لي كولوار ما نعرفش أنت أدرى يلا أنا لي تحت انت تبارك الله عليك براتيكومون معناها tu as tout dit لي ما نحبش نقول كل شيء نحبك انت تقول كل شيء en fait justement تنجم تبدا عندك صالون معناتها قديمه tu n'es pas obligé باش تبدلها الكل معناتها selon les moyens واحد مش كل يوم باش يقوم يبدل اموبل وكل tu peux changer les coussins les accessoires les tapis les napperons و كانها تبدلت معناها نجمو نعملو مره عديناها زيد نجم نعملو une couche de ouate matelassée فوق الصالون معناتها منها elle protège ومنها دي تعطيها tenue ou couleur وتبدلها complètement ou qui maintenant je m'en bats les rideaux c'est des bats louis sur le l'espace interne le butonium c'est les couvre-lits qui donnent beaucoup de valeur c'est des meubles neige moukoun très simple ou neige moukhata tête de ligne ralfou à peine armi ou ali manéha une touche de couleur ou la choyak mèche ou la lascoufi haja et te bats complètement mais il faut même yo sama bel kesoua benes baridouet yani waktelin habunam lo haja haka chababia mikoun chomel kesoua li hiya tatik fi wakar rideau hevika ou وكلاسيكي يعني ربما ما يموتش ونلقاوها في الديار ولكن مثلا لي جون في بيوتهم ما يحبوش الطرف هذاك زيد سناي باش يرجع على مود والا نقعدوا ديما الحاجه الكلاسيكيه هذيك تعيش ما تموتش الكساوي نتاع الريدويت والله الكساوي نتاع الريدويت سي توت ان ستيل معناها سي فغي هي حاجه تري كلاسيك وبراتيكمون كانت معناها حاجه لازمه في لي ريدو تمشي مع السالونات الويكانز اي جوستومون تمشي افيك ان ستيل معناها تري بارتيكولي افيك دي غراند ميزون ساعه اون يتكلفو خاطر يلزمك تخدمها بالكدا وسي دي تيسيو اون فيلور دو سوا ولا ان سوا ولا ديما يجيو دي تيسيو معناتها دو تري ريش وبعدين شويه دونك لي جون ابار انها تكلفهم زاد ال انكومبر معناتها نحسوا لي جون يسون دو بلوز ان بلو دون دي ابارتمون dans des espaces moins chers, avec des meubles modernes. Et ils aiment un chabek kbir ou misé hakbira ou dar fi had veta tkoun kbira justement. Donc quand allez je n'pense que les labides m'ont t'mil le kiswa les jeunes manière t'as ou tous hum ils aiment une chose très simple mais très légère et pratique. C'est d'afir à barcha khedma بعد باش تغسلها بالانتروتيان تاعها لهوا. Mais sinon manta labed li elle tient tnajem tdakhl aliha une touche moderne manière tnajem tnqas men le volume ntaha surtout fi bitnoum واحد خاطر ما تنساوش اللي ساعات الكسوه تدفي البروتيج معناها من الكليما اكستيريور من البرد وكل وساعات تظلم في بيت النوم ساعات نستحقوا الحاجه ايبيس تظلم دونك نجمو نحطوا كسوه تري سامبل تري مودرن ما تنجموش نستغناو على حاجات ماذا بينا ديما الحاجات القدم نستحفظوا عليهم نحييوهم معناها او موا دون اون شامبر احنا مازلنا باش نواصلوا معاك هاجر اليوم كي جيت بحذينا جبت لنا معاك حاجات باش تورينا كيفاش نجموا حاجات قديمه عندنا في الدار يمكن نسيناها ولا خبيناها حاجات متروكه نجموا نعملوا حاجه مزيانه باش نمشيو نشوفوا استوس ديكور في الاطار نفسه معناها مازلنا وراجعين باش نشوفوا الشموع من خلال الفقره ذيا وراجعين مع هاجر للحديث اكثر تفضلوا صباح الخير مرحبا بكم اليوم باش نقدموا لكم في فقرتنا استوس ديكو باش نقدموا لكم باش نعطيكم لمحه صغيره على لي بوجي حاجه جديده ثم لي بوجي هذوما بوجي ديكستيريور يتحطوا لبرا هذوما الكبار هذوما جينيرالمون والا يتحطوا بون في لي كولوار ولا يتحطوا بور لا ديكوراسيون وثم هذوما كيف كيف هذوما سي اون كرياسيون نتاع لا سوسيتي نتاعنا احنا عملناهم سو فورم دو كاكتوس
des cactus toiles, des cactus rondes ou des petites cactus. هذوما كيف كيف يتحطوا زادا الاكثر معناها يتحطوا لبرا عنا زادا لي فوتوفور هذوما اي سون دي فوتوفور كولوري و بارفومي يسيبوا ريحه كي يشعلوا ويقعدوا على طول هذوما ما يذوبوش دونك تشعلهم سورتو في الليل يعطيو امبيونس مزيانه برشا بيسكو هكا يبدو معناها تشعل الشوف بلا من الداخل ويعطيو الضوء هكا يا ماغوز يا ما انت وال انت وال كان عندك ديكوراسيون لداخل معناها انت واللون نتاع الصالون نتاع ريدويت وكان تحب تحطهم لبرا في الجنينه كيف كيف معناها تو لو شوا باش تختار الكولور اللي تحبها. الحاجة الباهية في اللي بوجي انهم يتنقبوا جوست من الفوق معناها ساكول با ما يسيلوش على جناب دونك يتنقبوا يبداو بشوي بشوية ويحبوا لهم يقعدوا برشا هذوما الكبار باش معناها يوفي ثما دي بوجي هذوما سبيسيالمون عملناهم للكوجينات توا سورتو للعرايس يحبوا هكا معناها ولات دخلت في لي تراديسيون تاعنا لي بوجي دونك عملنا هذوما سو فورم دو فروي ثما دي بوم وثما دي بوار ثما اون جون ثما اون فير حبيناهم قراب للرياليتي لي بوجوار العاديين دي فوتيف هذوما وثما هكايا دي بول سكولتي بون حاجات كيما لي فلور لي بول سكولتي هذوما بور لي سالون دون توت لي كولور وعندنا بليزيور بارفان. التابلو هذايا هو اون سير معناها بالشمع مصنوع هو معناها تقليد التابلو بالحجر مصنوع حقاني واحنا عملنا التقليد هذايا اون سير وعاملين دي تابلو هكا يشعلوا معناها سور كوموند اللي يحب يشعلوا سينو بور لا ديكوراسيون يقعد معناها حاجه مزيانه عندنا دي بوجي اروماتيك كيما هذوما كيما هذوما هذوما دي بوجي اروماتيك يعني فيهم بليزيور اروم الداخل وهما ماهمش بالسير هذايا مصنوعين هما بالسير فيجيتال ناتوريل ونحطوا فيهم دي لويل اسانسييل وحتى عندنا توا بيانتو باش نعملوا بوجي دو ماساج اللي هي معناها تشعلها تخليها شويه تذوب في وسطها تبدا ثما السير فيجيتال فيها البور دو كاريتي وفيها دي لويل اسانسييل هذيا تخليها تذوب شويه وتصبها في يدك وتعمل بها ما تبداش سخونه معناها مش كيما الشمع هذا فهمتني تبدا دافيه وتعمل بها دي مساج يستعملوها لي سبا ومعناها الاكثر معناها لي سنتر دي استيتيك وكل. نقعدوا في أجواء الشموع الأجواء الرومانسية ونرجع لهجر بن حديد اللي بدلت البلاصة حتى تورينا حاجات جديدة بسيطة برشا ما فيها حتى شيء معناها مش بضرورة يكون المرأة في الدار تعرف برشا حاجات هجر ديما تحاول تختار لنا حاجات سهلة بسيطة هجر شنو باش نعملوا توا؟ En fait, c'est des verres. Voilà, il neige moi une bébé parce que demain on a d'air. Dis donc une touche de tissu. Bien sûr, on est toujours dans les tissus. Voilà, il y a déjà un affaire d'air. Hâte de travailler comme ta rideau, ta justement les franges, que soit ta rideau. Neige moi une affaire d'air. Neige mon échelier avec des prix, mais très raisonnables.
ونعملوا هل لي بتي بو هذوما ديكوراتيف نجموا نزينوا بهم الدار شويه عربيج شوي بالعربي نعملوا هالحاجات المزيانين هذوما نجموا نزينوا بهم دارنا نجموا نهديوهم نجموا نعملوا ديما انا ننصح زاده بوغ لي فام كي سون على ميزون يعملوا شويه بتي بروجي معناها يعاونوا ديما مصروف جوستومون حاجات صغار وخفاف ريسيكلي من الحاجات اللي عندنا ولا نشريوهم كيما قلت لك ماهمش باهظين كاو كبدينا العام بشموع بالنوار ان شاء الله العام مبروك دونك ناخذوا يا اما دونتيل والا شويه قماش من جبت فرانس جبت فرانس انا خاطر الفرانس ديما فيها دي بونبون فيها دي كريستو ما تعطي افي مزيان على الاخر بي جوست نقيسوا قداش الكونتور نتاع اي الكونتور نتاع باش تستعمل كول سبيسيال هاجر ولا نجمو نستعملوا الكول سبيسيال مي سينون نجمو نستعملوا الابره والخيط خاطر الكول سبيسيال فما برشا عبيد ما عندهمش بيستولي ما يحبوش السيليكون ساعات يحرقهم ولا حاجه دونك اوكي اسهل ديما اي عبد عنده في الدار ابره وخيط مي سينون هو الكول معناتها ساهل للي يحبدوه باه كاو جوست اوكي نشدوها هكاكا بالابره والخيط نتاعنا فماش عبد في الدار ما عندوش ابره وخيط جوست نخيطوهم هي فكره بسيطه مزيانه برشا تنجم تكون سورتو وقت اللي باش نزيدوها الشمعه في الوسط ديجا عندنا اكزامبل احنا عندنا كيسين اخرين نوع اخر مغلف دونتيل مزيان برشا اللي في البلان كان نشوفوه مع بعضنا في انتظار هاجر تكمل تخيط فوالا نشوفوا قدامنا معناها حاجه بسيطه نجم نزينوا بها باغمي الحاجات اللي باش نزينوا بهم فوق الطاوله مثلا نجم نزيدوا كيس كيما هكا مغلف بشويه دونتيل ولا قماش مزيان اون فيت حتى كان نجم حتى كان شمعه توفى ولا اون با بوزوان بوجي نجم نحطوا فيهم دي فلور نجم يولي فاز صغير مزيان اي بون هوني حطينا زيد شمعه نواري بون اخترنا هوني نوار معناتها فغي مي سينو ينجم يكون ارتيفيسيال اي فوالا حاجة سهلة بسيطة حبينا نبداو العام بفكرة سهلة وفكرة يكون فيها معناها برشا تفاؤل برشا رومانسية ورد أحمر شمع دونتيل فوالا هجر نحكيو شوية على مادة البلكسي جلاس اللي ولينا نشوفوها في الموبل وإحنا ندور ونلقاوها مثلا في الطويل متاع بيت الفطور نلقاوها في البيبليوتيك في الكوجينة على مود ثنين البلكسي جلاس ولا البلكسي جلاس سي تري على مود هو البلكسي جلاس معناتها عنده مدة ملي تصنع كانوا يستعملوه خاصة في البيرو في الحاجات معناتها أكثر اندستريال في المعامل وكل خاطر يتمثل بالترونسبارونس باللجيرتي نتاعو معناتها هي حاجه خفيفه ما تتكسرش نستعملوها برشا معناتها بور لي رانجمون لكل شيء ويتنجموا ننقلوه خير من البلار خاطر البلار معناتها فيه ياسر سنسيبيليتي وكل وتوا عنده معناتها محسوب عام وسنه دارج برشا البلكسي جلاس دخل في المنازل زاده سورتو اون كولور اون افي فيه افي كولور افي زيد ديسان فما بلون بلو زيد فما بلون بلو فما ديسان يبدا فيه ديزاين فيه افي معناتها فلوري افي ريي معناها كيما قلنا سي او شوا ونجمو نحطوه نستعملوه في الكوجينه هو براتيك برشا سورتو للصغيرات للعباد كي سون مالادوا معناتها ديما نخير البلكسي على البلار في برشا دي ماتيغ وخاصة توا ولا فما بلكسي جلاس صحي معناتها حتى في المعون وكل يدون ان في بلاستيك مي هو حاجه صحيه برشا وتصلح معناها وتدوم وتتغسل وتدخل الميكرووند وكل مي سينو حتى في الموبل نلقاوه في طاوله نلقاوه في طاوله الفطور نلقاوه في كرسي معناتها تنجم تكون دار نتاعنا كلاسيك وندخلوا لها توش المودرن اللي هي معناتها ان بتي كوان ولا دي اكسسوار ان بلكسي جلاس ياسر مزيانين بالكولور والليجيرتي والترونسبارونس تاعهم نحبوا نحكيو زاده على الزرابي على لي موكيت باش تنصحنا سناي شنو هو الحاجة اللي على بعد الألوان وإلا القماش في حد ذاته معناها يندرى نرجعوا للزرابي الكبيرة اللي عنا أعوام تخلصنا منها شوية زرابي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن تولينا أخف زرابي صغار ألوان مختلفة الألوان الزاهي الألوان الداكنة إلى غير ذلك الموكيت في الكولوار باش تنصحنا سناهج والله كما قلت الزرابي الكبار ما عادش عندهم برشا وجود حتى في السوق التونسي معناها معناتها فريمون حتى في الشوا ديما تلقى زوز صغار كيف كيف ثلاثه صغار كيف كيف معناها كل كوان كل صالون تحط
أبين زربية خارجة شوية على الطاولة. معناتها سهلة الاستعمال وما تكونش رزينة وما تكونش انكومبرانت وكأيك تزين وتدفي شوية خاطر هي زادا كانوا قبل ياسر يستعملوها كبيرة ما كانش فما برشا لي شوفاج كان تدفي التابي في الشتاء. وكما زاد راهو الليجيرتي اللي هو رجعنا ياسر للمرقوم اون اوني مش اون كولور معناها يتمثل بال معناتها بالصحيه نتاعو خاطر هو 100% معناها ناتوريل حاجه بيو معناتها باهيه حتى ليزاليرجي وكل مرقوم حاجه سورتو اللي عنده حساسيه ننصح بها ياسر تتمثل بالخفه نتاعها مرقوم اني والفاتح اللي يبدا فيه البيج المرقوم هو اللي فيه لي ديسان بربير وي اوكي اما قلت لي الالوان معناها اون اوني سا ديبون معناتها من الاسباس تاعك هو البيج اي دو غون روتور في لي تابي العباد اللي تنجم معناتها تستحمل وتستحفظ عليه مي سينو فما زاد الكولور تيرن اللي هما يبدا بيج غامق لي طون دو بيجي الكل لي بيجي ويطلعوا على كل لون مي سينو حتى الالوان الغامقه عندهم بلاصه راهو في لي تابي الغوج سادون الغوز فوشيا سادون البلو معناها كيما سا ديبون دي غو دي سباس بالنسبه للناس اللي في الشقق اللي ديما مالوغوزمون معناها تلقى ساله صغيره والا الغرف ايضا ماهيش كبيره كيما حكينا قبيله على الجدران فماشي الوان نجمو نختاروهم اللي حاسونا البيت هذيك اكبر يعطيونا مساحه اوسع معناها بون هو الكولور الفاتح ديما يوسع في الاسباس معناها تنجم يكون تابي سورتو توا عندنا برشا شوا نجمو نعملو دي تابي سور كوموند معناها تنجم تكون تابي كبيره فاتحه وتبدا سيرني بشويه كولور معناتها البوردور نتاعها البوردور نتاعها ولا في الوسط فيها كولور معناتها تعرف كي الموكيت هكا كي الموكيت الطويل هذاك تعطي ياسر ايلون تعطي اسباس في معناتها في القاعه نتاعنا في اللوطه وكيما تنجم تكون حتى غامقه وتبدا صغيره ما تضيقش البيت فوالا باهي يعطيك الصحه هاجر تحب تقول لنا حاجه قبل ما نختموا والله نحب نقول اللي سي تري امبورطون باش اي مراه تقد الانتيريور نتاعها بوغ اوفخيغ ان بيان اتر لعائلتها سا دون كان وليداتها يقرا وكان يخدموا معناها سي تري امبورطون باش واحد تكون دارو مزيانه افيك دي تروك تري سامبل وانا نكون هوني ديما باش نعاونكم بحاجات مش باهظه تزينوا الانتيريور نتاعكم وتحسنوه وتكونوا ديما سعداء فيه يعطيك صحة يعيشك سعاد جدا بمصافحتك اليوم هاجر سعيده برشا بلقائك بارك الله فيك على الحضور معنا ديما تحاول هاجر تعطينا افكار بسيطه مش معناها راه هذا اللي هي تعمل تعمل برشا حاجات مزيانه اما حبينا حاجه صغيره بسيطه ما فيها حتى شيء نجم الناس الكل تعملها حبوش نجيبوا اقمشه فخمه وكذا حاجات غاليه اللي واحد يشوفها او ما ينجمش يعملها حبينا نكونوا الفكره جميله وتطبيقها بسيط وسهل سعيده بمصافحتك هاجر بن حديد مختصه في الديكور الداخلي والتزويق ومصممه أزياء بارك الله فيك على الحضور معنا إن شاء الله عامكم مبروك إن شاء الله كل ورد أحمر أوكي ورد للرومانسية وأحمر ألمود كما قلت أنا قبيلة في الجهر من داخل مازلنا مواصلين مشاهدينا آخر فقرة حاضرة معنا اليوم هي حدث وتاريخ تنشوفوا مع بعضنا أهم الأحداث الوطنية ولا العالمية اللي صارت في الفترة هذه تفضلوا في الخامس من جانفي عام 59 و700 ألف تم افتتاح المتحف البريطاني وهو أكبر متحف في المملكة المتحدة وأحد أهم المتاحف في تاريخ وثقافة البشر حيث يعتبر من أكبر المتاحف ويحتوي المتحف على أكثر من 13 مليون قطعة أثرية من جميع القارات ووضعت العديد من التحف أسفل المتحف بسبب ضيق المساحة وفي الخامس من جانفي لسنة 56 و800 ألف تم توقيع اتفاقية حفر قناة السويس بين الخديوي إسماعيل وفرديناند ديليسيس وصدرت شروط الاتفاقية مع تأسيس شركة القناة وتعهدت مصر بتقديم مساحات شاسعة من الأراضي للشركة بدأ العمل في شق قناة السويس في أفريل عام 59 و800 ألف وقد استتبع شق القناة زيادة أطماع الدول الأوروبية حيث انتهت باحتلال الإنجليز لمصر عام 82 و800 ألف وتم تأميم القناة في عهد جمال عبد الناصر عام 56 و900 ألف
في الخامس من جانفي عام 1927 ولد المخرج والسينمائي التونسي الطاهر شريعة بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير. ويعتبر الطاهر شريعة مؤسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 1966، كما كان من مؤسسي جمعية الطلبة التونسيين عام 1950، أسندت إليه مصلحة السينما بوزارة الثقافة في مطلع الستينات. وقد ساهم الطاهر شريعة في تأسيس الجامعة التونسية لنوادي السينما. توفي في الرابع من جانفي عام 2000. وتوفي في الخامس من جانفي عام 1966 الشاعر العامي محمود بيرم التونسي، وهو شاعر مصري ذو أصول تونسية، ويعد أشهر من كتب الشعر والزجل باللغة العامية المصرية. وقد اشتهر بقصيدته بائع الفجل والمجلس البلدي. أصدر سنة 1990 مجلة المسلة، وحصل على الجائزة الدولية التقديرية من الرئيس جمال عبد الناصر. غنت له السيدة أم كلثوم أروع قصائده. وتوفي بيرم التونسي جراء مرض الربو. رجعنا للكوجينا في اخر حلقتنا حتى نشوفوا بريزونطاسيون فينال نتاع الاطباق الكل، وايضا استغلينا اللي عملته هاجر بن حديد، حبينا نزينوا به الكوجينا زايده. مش ديما الكوجينا فيها كاين معون نظيف ومش نظيف وماكله وبسل، نجم يكون عندنا الشموع في الكوجينا والورد زايده، كيما سليم هو اللي زين باللي عملته هاجر اليوم. بريزونطاسيون فينال في دقيقة وشوية سليم. هما بداوا عامهم بالحوت وإن شاء الله يكملوا عامهم بالنوار، كسوة الأحمر وكسوة الأبيض. إيه؟ عملنا سلطة بتراف وكرومب بطماطم وبنشوة والفلفل بالعبيد. نعم. الحوت الحرايمي عملناه بطماطم كونسنتري والهريسة العربي وفوحناه. إيه؟ معها كوم غارنيتور بطاطا، بون نعملوا بالغارنيتور حسب الذوق. والسويت والديسير عملنا محلبية مش محلبية، فاسون أوروبي بالبيستاش وفي وسطها كريمة. محليهم الأطباق، محليها زينة، محلي السوبور اللي محطوط فيه زاد سوشي ياسر كلاس، يعطيك الصحة شايف حلوين. الورد الأبيض زيدا اللي جبتهم لنا اليوم، الأبيض والأحمر وحب وسلام، وإن شاء الله عامنا مبروك وعلى جميع التوانسة يا رب إن شاء الله. يعطيك الصحة، جزيل الشكر ليك شايف سليم. أطباقنا مزيانة وبنينة، إن شاء الله تكون اقتراحاتنا بالنسبة لليوم نالت إعجابكم. هذه كانت حلقتنا بالنسبة اليوم، هذوما كانوا فقراتنا. جزيل الشكر لكل من تابعنا البارح واليوم انطلاقا من 9 صباحا. موعدنا يتجدد وإياكم بإذنه تعالى الجمعة القادم تمام 9 صباحا. متابعة طيبة لبقية برامجنا. تحب تقول حاجة؟ تفاعلات في المباشر جايتك على الانترنت سليم، نقول كل شيء بهذيا تبارت اليوم. هذه كوجينتنا بالنسبة اليوم، حبينا حاستنا اليوم تكون فيها برشا جمال. فقراتنا الكل تحكي على الجمال، على الألوان، على الموزة، على الطيور، طيور السلام اللي هو الحمام زايدة. عندك؟ عندي حبيت نبلغ سلامي للتوانسة المغتربين البرة، وخاصة كريم ومنصر اللي في السعودية وفي جماعة في أمريكا وجماعة في ساوث أفريكا وغيره. ونقول له توانسة مذرعين وذواقة، وعندهم ما يقولوا في ديهم وعندهم ما يقولوا في مخاخهم، ويا رب يرجعوا توانسة كل اللي البرة وخلي نستغلوا الفرصة. وإحنا نحيو كل التوانسة والعرب اللي تبعوا فينا يلتقطوا صورتنا. نتقابلوا إن شاء الله الجمعة القادم. أجمل تحيات أسرة البرنامج، كل جود الخفاء وكل من كنت له بصمة في إيصال الصورة. نرجو أن تكون طيبة. أجمل تحيات إيمان جلاسي مزالي. تشاو. قريت سلذ قبر نوس ذي سيالة الزيزين، مسيت حبير القوم في الصندوق قاروس الزين، سلذ ذفير وموز الطاس سليتي جبالين، أرش الزين ديث مغرس انتصار تقديمين، سلذ ذفير وموز